يعطيكم العافيه بنكمل أه, بحل النماذج السنوات وصلنا عند اللي أه, هو الفصل الاول 23 نبلش أه, باول اسئله نظام الاسئله كانت هذا النموذج عباره عن اوت تمام وفي اكمال كود فقط طيب بالنسبه عندي بالسؤال الاول ايش حكي لي بالسؤال الاول حكي لي بالسؤال الاول أه, معرفة الانتجر انتجر اكس تساوي 2 واي تساوي 3 بحكي لي اف اكس تساوي 2 يعني هون عندي تعديل قيمه فانا هاي قيمه اكس هاي قيمه واي اكس كانت 2 واي ثلاثة عدلها بالو بالاكس صارت قيمتها كم 3 بالاف اف الثلاث متحققه سي اوت لايش لاي فبالبدايه راح يطلع لي ايه تمام ننزل على الاكس اللي بقى, على الاف اللي بعدها بيحكي لي اف اكس ايكوال 1 برضه هون مساواه واحده وليس دبل هي ركزوا عليه لما يكون عندي مساواه واحد اسناد قيم أوش بنعدل القيم قيمه اكس واحد فبيحكي لي اف الواحد اور 5 ايش واي اقل من خمسة فهنا ايش؟ اه خلص انا بتكفيني اه تكون عندي اه واحده من الجهتين ترو لان عندي اور فاف الاولى متحققه اللي هي اكس تساوي واحد متحققه فايش بنطبع؟ بنطبع ما من داخلها اللي هو بي فطبعنا بي بعدها بحكي لي هون ركزوا عليها ماينس ماينس الاكس بالبدايه بصير قيمه الاكس كم؟ صفر بتتعدل نت الصفر عندي النت نت باختصار بشكل عام لما نحكي نت لاي رقم انتجر نات لأي رقم إنتجر جرب صفر نات الصفر تساوي واحد فإحنا عملنا نات لشو؟ نات للصفر يعني بصير جواب القوس الداخلي إيش نات الصفر واحد في نات خارجية لسه كمان بس هي من تصوير شوي نات الخارجية نات الواحد صفر صارت صفر يعني صارت إف الزيرو إف الزيرو غير متحقق معناتها فولس معناتها ما ندخل عليها ما بنطبعها ففقط بكون عندي جواب الأوتبوت إيه؟ أوبي تمام طيب آه، ننتقل على السؤال اللي بعده برضه هو اوتبوت هاي كانت على اسئله المد آه، بيحكيلي لي السؤال اللي بعده في عندي انتجر اكس تساوي زيرو سويتش اكس عندي سويتش اكس آه، نعيد اخر اف طيب في قبل ما نعيد اخر اف هاي نقطه مهمه جدا آه، هاي اي رقم انتجر تمام لما نحكي له نات لاي رقم انتجر بيعطيني زيرو نوت للزيرو تعطيني واحد هاي قاعدة عام تمام آه اخر اف باخر اف كانت عندي قيمة اكس تساوي واحد هون اسند القيمة الها واحد اول شيء عندي نقصان قبلي البري انكريمنت البري انكريمنت بعدل القيمة كانت واحد ماينس ماينس الواحد صارت صفر فصارت عندي هيك شكل القوس نوت نوت وعندي اف هاي اف الكبيرة فانا راح اطلع اول شيء نبدا بالتدريج نت للقوس الداخلي نت الزيرو هاي عندي القاعده نت الزيرو واحد صارت واحد في نت بعدها اف تمام نت الواحد نت اي عدد انتجر بيعطيني زيرو فبصير صفر صارت اف الصفر اف الصفر غير متحقق يعني فولس تمام فما بيدخل ما بيطلع ما داخله طيب نرجع للسؤال بيحكي لي بالسؤال معرف لي ايش انتجر اكس تساوي زيرو انتجر اكس تساوي زيرو سويتش للأكس راح ادور على الكيس اللي عندي فيها ايش اللي قيمته زيرو تمام في عندي بالديفولت موضوع حتى هاي ما تفكروها انها إيرور بالسويتش عفوا الديفولت بتعملوها كأنها كيس عادية تمام فوجودها كانت بالمنتصف بالنهايه بالبدايه هي مش ايرور هي مش لازم تكون دائما بالنهايه اي اول شيء ثاني شيء مش ضروري يكون في عندي بريك اذا ما كان عندي بريك عادي بنزل على الكيس اللي بعديته فهو مش ضروري ما بسبب لي ايرور اوكي فالديفولت هاي ما تفكروها ايرور فاحنا اول شيء راح نعمل سويتش للكيس زيرو بدي بدي ادور على كيس ايش فيها زيرو في زيرو لا في زيرو لا في زيرو لا في زيرو, لا. في زيرو ما في زيرو بروح على حاله الديفولت اذا موجود في عندي ديفولت بحكي له اه في ديفولت بيحكي لي بالديفولت سي اوت إيه؟ نطلع ايه في بريك انا بنحكي بال بالسويتش سويتش ستيتمنت كيف نطلع منها بنطلع منها يا بنوصل لنهايه قوس السويتش يا بيكون في عندي بريك فبتعامل معهم كلياتهم نفس الشيء سواء كان عندي ديفولت او مش ديفولت بتعامل معهم كلهم سواسية تمام طيب بعدين ايش بيحكي لي بيحكي لي ما في بريك بعد الدي... بعد الديفولت راح انزل على كيس واحد نطلع نطلع ما داخلها ونطلع بيه تمام بعد كيس واحد في بريك لا نطبع سي بعد بريك بعد كيس تو في عندي بريك او وصلت نهايه السويتش لا نطبع سي طبعا سي بعد كيس تو ننزل عفوا على كيس تري نطبع ما داخلها دي بعد كيس دي يا بكون عندي يا بريك يا بكون في عندي يا بكون في, في عندي بريك يا بوصل لنهايه القوس حتى ايش؟ حتى اوصل اني اقدر اطلع من الـ من السويتش فوجدت عندي بريك خلص طلعت من السويتش وقفت ما بكمل فبكون الناتج A B سي دي تمام طيب السؤال أه الثالث هاي كانت من تركات المد ورجعوا عدوها على الفاين عندي عرف لي اكس وعرف لي واي قيمه الاكس قيمه الواي 2 وقيمه الاكس 3 بيحكي لي بالبدايه واي ماينس ماينس الاكس راح نعدل قيمه الاكس 2 بعد ما نعدلها راح نفحصها واي للتو ترو متحققه في عندي فور لوب واي اقل من أربعة واي بلس بلس في عندي سيمي كولون بعد قوس الفور لوب ايش يعني سيمي كولون بعد فور لوب انا بتبطل ما ما بعد الفور لوب هو مش تابع لها، يعني هاي جمله السيارات مش تابعه للفور لوب. فانا عباره عندي الفور لوب عباره عن عداد راح يضل يلف يلف، ما بطلع منه؟ حتى يصير الشرط فوز، تمام؟ فاول شيء الواي تساوي اثنين، واي اقل من اربعه ترى متحقق، واي بلس بلس، تكونت الواي كم؟ ثلاث. طبعا ليش صارت ثلاث؟ لاحظوا احنا عرفناها قبل المين، وهي مهمه جدا، يعني ما ما راح ارجع اعرفها مره ثانيه. ما راح ارجع اعرفها مره ثانيه والتعديل يحفظ مش ترجع تحكوا لي انه لما ادخل على الفور الأول من وجديد راح يصير قيمه اثنين لا معرفه قبل فصارت ثلاث واي بلس بلس ثلاثه اقل اربعه ترو واي بلس بلس يصير قيمتها اربعه اربعه اقل اربعه فورس نطلع منها وشو بيطبع لي؟ ماينس ماينس للاكس بيطبع بصير واحد أوش شيء بنعدل القيمه واحد بعدين بيطبع بيطبع ال... الواحد بعدها بيطبع قيمه الاربعه طبعنا واحد طبعا واحد واربعه تمام؟ طيب ظل في شيء داخل وايل لوب لا نرجع لشرط الوايل لوب نرجع نفحصه احكي لي وايل ماينس ماينس الاكس اول شيء بنعدل قيمه الاكس بتصير قيمتها صفر وايل الصفر فولس مش متحققه فخلص بنوقف تمام خلص طلعنا فكان الفاينل انسر واحد واربعة فقط طيب السؤال اللي بعده بالانت مين عرف لي اكس واي وزد هذه خلينا نحكي اكس واي وهاي زد ونشوف قيمهم هاي داخل المين طبعا هاي من اكثر الاشياء اللي ممكن يخربطوك فيه يخربطوك فيها بشكل عام اللي هي لما يكون عندكم تكرار لنفس اسم المتغير. تعاملوا معها انه كل شيء تربطه ببعض، هسه راح نشوف، الاكس تساوي 2، الواي تساوي 5، والزد تساوي 6. طيب، استدعى الفانكشن اف واحد وداله القيم، بالبدايه ودى الزد، الزد بايش استقبلها؟ أه باسم اكس، ادرس الاكس. تمام؟ فالقيمه الاولى كول باي ريفرنس، يعني زد مرتبطة مع شو؟ مع x هاي خلينا نحكي هيك function تمام؟ مرتبطة مع x وقيمة x 6، وبيناتهم ايش هذول؟ Call by reference تمام؟ طيب، بعديها ودينا ادرس الـ y استقبلها pointer star y فـ star y مرتبطة مع الـ y وقيمتها الـ y كم؟ 5 بالنهاية زد متغير عادي مش call by reference ولا أي شيء، مرتبط مع الـ x بالمين وقيمته 2. تمام؟ هاي قيم الفانكشن قيم المين طيب شو صار عندي بالبدايه اول شيء هاي التريك مهم جدا ودائما بكرره بالاسس السنوات لما يحكي لي واي تساوي ادرس الاكس ايش يعني هسه كان عندي انا الستار واي بتاشر على الواي بالمين تمام بتاشر على واي بالمين بوينتر بيأشر عليها أه فايش سوالي لما يحكي لي واي تساوي ادرس آه ادرس الزد هنا تمام هاي آه غالبا ادرس الزد اوكي ادرس الزد هاي لما يحكي لي زي هيك ايش يعني انا كان مرتبط عندي البوينتر بالمين بفصل التاشير عن المين وبصير البوينتر ياشر لي على زد لداخل الفانكشن تمام وبنفس الوقت راح تتغير عندي قيمه الواي الستار واي لانها صارت اشر على زد داخل الفانكشن شو بصير قيمتها بصير قيمتها 2 اشر عليها آه, تمام طيب بعدين حكى لي ستار واي تساوي ثلاث عدل قيمه الواي صارت ثلاث نفس الوقت راح نعدل قيمه زد ثلاث لانهم بوينتر على بعض لانه ستار واي صارت اشهر على الزد في حمله الايش؟ الموقع تبعها في التعديل بينعكس على الجهتين بعد حكى لي اكس تساوي ستار واي تمام الاكس صارت تساوي ستار واي الاكس بنعدلها بتصير قيمتها كم؟ ثلاث طبعا هاي انا شايفها زد يا رب تكون نحن زد فصارت قيمه اكس ايش تساوي؟ تساوي ثلاث ز تساوي اكس زائد 3 زد تساوي اكس زائد 3 بتصير قيمتها 6 بنفس الوقت راح البوينت راح تكون قيمته كم 6 طبعا الاكس هاي لما عدلناها 3 اكس ما راح تصير قيمتها كم 3 تمام آه... بعدين ايش بيحكي لي ريتيرن لشو ريتيرن لقيمه الزد ريتيرن قيمه زد وهي مستدعى فانكشن داخل السي ار راح نرجع قيمه زد قيمه زد 6 بنرجع 6 بنطلع 6 بعدها بحكي لي قيمه واي الواي بالمين تعدلت ما تعدلت كان في بوينتر عليها وانفصل البوينتر فبضل زي ما هي خمسة هذا بكون عندي فاينل اوتبوت تمام رح نرجع نعيدها بس آه لانها فكرة جدا مهمة تمام فالفاينل اوتبوت عندي ستة بعدها خمسة آه لما تكون عندي ات آه قوس الاستدعاء اللي هي هون الكور ريفرنس هاي مش آه ادرس الواي هاي بتعني لي الادرس يعني انا البوينتر ب... هسه مش احنا البوينتر لازم بيأشر على قيمة فهو بيحتاج لادرس هاي ادرس الواي وليس ريفرنس الريفرنس بيكون داخل قوس الايش قوس الفانكشن هاي بتعني انه ايش هون عندي ريفرنس فالقيمه هاي بتكون مرتبطه مرتبطة مع بعض ما بينفصلوا ما في شيء يعدل قيمهم يلغي التعديل بيناتهم طيب راح بس نعيدها نعيد السؤال طيب نرجع نعيد السؤال بشكل سريع تمام عندي اول شيء متى فصل التاشير بس تشوفوا هاي الحركه هسه راح نعيدها تمام أه بالمين عرف لي الاكس تساوي 2، واي تساوي 5 وزد تساوي 6 تمام طيب استدعى الفانكشن بالبدايه وداله الزد، الزد ايش هي؟ الزد اللي هي ادرس الاكس بالبدايه هاي قيم الفانكشن تمام احنا بالبدايه ودينا له الزد الزد اللي اخذت قيمه X. هي اكس، هاي اكس الفانكشن يعني قيمتها 6 مرتبطه كول باي ريفرنس مع الزد في بناتهم ارتباط هون اي تعديل على الاكس بينعكس على الزد بالمين تمام بعديها ودالي ادرس الواي استقبله بوينتر اسمه ستار واي فستار واي بتاشر على واي تبعت المين هي بيأشروا على بعض هيك بناتهم سهم تمام بيأشروا على بعض ايه واي تعديل على ستار واي راح ينعكس على واي بالمين قيمته خمسة تمام بعديها الزد وداله قيمه الاكس قيمه الاكس هي 2 طبعا هون الزد عندي متغير عادي يعني اي تأشير ما يلي دخل عادي بس قيمه هون بس بياخذ كوبي من القيمة. اول ما دخلنا داخل المين ايش حكى لي واي تساوي ادرس ليش؟ الزد لما يحكي لي واي تساوي ادرس الزد انا هنا غيرت البوينتر كنت باشر على الواي داخل الواي اللي بالمين غيرت التاشيره وصرت اشر على زد اللي داخل الفانكشن يعني الارتباط اللي كان ما بين المين وما بين الفانكشن انفصل بطل في ارتباط يعني هون الواي خلص راح بطل لها قيمه صار يأشر اشر على زد داخل الفانكشن لما ياشر احنا غيرنا التاشيره راح نغير القيمه بنفس الوقت فصارت القيمه عندي اثنين تمام بعد حكى لي ستار واي تساوي ثلاث عدل قيمه البوينتر صارت ثلاث وصارت هسه تاشر على الزد لما صارت تاشر على الزد معناته انا أنه لما اعدل البوينتر بتعدل الشيء الاساسي هاي قيمته ثلاث بعدها حكى لي اكس تساوي ستار واي عدل قيمه الاكس صار قيمتها ثلاث الاكس مرتبطه مع ايش بالمين بحكي لك مرتبطه مع زد وهي كول باي ريفرنس يعني عدل قيمه الزد وصارت قيمتها ثلاث لانها كول باي ريفرنس تمام نفس اللحظه بنعدل طيب بعديتها ايش حكى لي زد تساوي اكس زائد ثلاث الزد هاي تساوي اكس زائد 3 قيمه اكس كم عندي 3 3 زائد 3 6 يعني بنعدل الزد بتصير قيمتها 6 طيب في شيء مرتبط بالزد بحكي لك اه الستار واي اللي احنا على الرأي البوينتر اللي غيرناه عليها فبتغير برضه البوينتر بنفس الوقت بتصير قيمته 6 طيب شو ضل عندي بحكي لي ريتيرن للزد بنرجع قيمه الزد اللي هي 6 رجعناها وكانت داخل سي ا آه طبعناها طبعنا 6 بعدها بحكي لي اطبع قيمه ايش واي واي اللي داخل المين قيمتها 5 ما تغيرت لانه يعني احنا بالبدايه حكينا اول ما دخلنا الفانكشن فصلنا البوينتر لو فصلنا البوينتر فخلص ولا صار عليها اي تعديل فطبعاً خمسه تمام فكره فصل البوينتر هاي جدا مهمه يعني انا بالمختصر بالمختصر لما تشوفوا عندكم بوينتر زي هيك يكون في عندي قيمه بوينتر اول ما تشوف واي بدون الستار ساوت قيمه معينه يعني انفصل التاشير عن المين بطل ايش بطل عندي اشير على الماء هيك انفصل التاشير عن الماء تمام واضحه هيك طيب راح ننتقل للسؤال اللي بعده طيب شوي هاي راح تكون السؤال اتوقع طويل طيب آه. بالسؤال اللي بعده ايش حكى لي؟ حكي لي بالسؤال اللي بعده معرف لي كاركتر اسمه سي اتش سي اتش فيه قيمه ايش؟ فيه ايه؟ كاركتر ايه؟ تمام؟ آه. سي اوت اتش راح نطبق قيمه الكاركتر اللي هو ايه؟ اسمه إيه هاي طبيعي لحد الان بيحكي لي cast كاست حول لي طبعا احنا الاستاتيك كاست انتجر بس نكون عندنا فكره انه هو ايش بيحول هو بيحول لكن ما بياثر على السورس يعني هون ما بناثر على السورس هاي جدا مهم هاي كانت كل الخربطه بالسؤال انا بالاستاتيك كاست بحول الإشي داخل السي اوت لكن ما باثر على السورس تبعي يعني ما باثر على القيمه الاساسيه للسي اتش هو ايش بيحكي لي بيحكي لي طبعا بنحول ما بين القوسين حول لي السي اتش بدي احول السي اتش لانتجر طبعا احنا المفروض نحفظهم اللي هو الاي كابيتال الاي سمول عفوا تساوي 97 والـ A كابيتال تساوي 65 هاي لازم نحفظهم كقيم بالاسكي كود احنا حولنا السي اتش اللي هي اي سمول لسر ايش؟ لانتجر فصارت عندي قيمه الستاتيك هاي كاست يعني بس بدي اوضح لكم انه قيمه الستاتيك كاست هاي كلياتها صارت 97 هاي استعيض عنها بكلياتها بكم؟ بـ 97 97 زائد واحد داخل سي اوت نطبعهم كم بيطبع لي؟ 98 طبعا 98 تمام؟ طيب بعدها ايش عرف لي؟ عرف لي متغير اسمه سي اتش اتش هاي متغير اسمه سي اتش اتش تمام؟ المتغير سي اتش اتش ايش حكى لي فيه سي اتش اتش تساوي سي اتش زائد 2.5 طيب انا لما بدي هذا شيء اسمه الكاستنج لما بدي احول شيء من انتجر من صغير لكبير بعمل كاستنج للكبير فانا السي اتش اتش السي اتش عفوا هي عباره عن كاركتر اي ايش اي سمول تمام بدي اخزنه بانتجر فراح اخذ الاسكي كود تبعه فهون السي اتش قيمتها كم 97 97 زائد 2.5 بتساوي كم 99 ونص 99.5 ونص اسندها لانتجر بياخذ فقط الرقم الصحيح معناته ايش بتكون قيمه السي اتش اتش 99 تمام طيب؟, طيب بعدين بحكي لي السي اوت للسي اتش اتش بنطلع 99 هذا عندي هيك الفول اوت تمام طيب؟ أه بس فكره انه الستاتيك كاست ما بياثر على السورس ما بياثر يعني هو انا مش تحكوا لي انه صارت السورس زائد واحد صارت بي سمول هاي بس ركزوا عليه طيب السؤال اللي بعده خلينا بس دقيقة افتح من اللابتوب خلينا ننقل باقي الكود لانه هذا الفرع الكود مقسوم على جزئين من الورقة طيب الجزء المتبقي عندي كان داخل الإنت مين مكتوب عندي إنت a ايه تساوي ثلاث تساوي ستة بعدها اف الفانكشن اللي هو بي اي, اي اي بي فاصل اي فاصل اي, اي سكر طبعا هو في فكره جدا مهمه اه سي out اوت لل a تمام اصغر اصغر اعطيني فراغ سي اوت ليش هو لل b اند ال هاي الكود هو نفسه اللي تحت هي ايه. بس نقلناه فوق حتى نعرف نطلع الاوتبوت على صفحه واحد طيب أه... طيب شو عمل عندي هون نبلش بالمين طبعا هون في عندي فكره جدا مهمه حتى ما تخربط. نبلش أه... بالمين بالبدايه معرف المتغير اسمه ايه وفي قيمه ثلاثة. هاي المتغير ايه قيمته ثلاث في عندي بي وقيمته 6 تمام الفانكشن استدعى الفانكشن ب اف الفانكشن اف بيستقبل القيمه الاولى از ايش از كول باي ريفرنس فنحكي هاي قيم المين طيب؟ تمام قيم الفانكشن في عندي الاي الاي -a. -a بيستقبلها كول باي ريفرنس مع شو مع القيمه الاولى وديت فيها اياها اللي هو البي هنا بس اكتبها هون هاي الاي تمام طيب استقبلها كول by reference فصار يأشروا على بعض فقيمتها ستة بعدها ودينا له ايش؟ ودينا له آه ايش ودينا له ايش ودينا له بالمين ودينا له الايه A. A بستقبلها A بيستقبلها بانتجر B هاي الايه A بيستقبلها بانتجر B بيستقبلها عفوا داخل function B ودينا له قيمة الايه A الانتجر B هاي ايش يعني؟ أنا بحتاج لقيمة بياخذ كوبي بياخذ نسخة ما بياخذ ريفرنس ولا أي شيء بياخذ نسخة معناته البي تنسخ ما داخل الاي فهي بتاخذ ايش ثلاث بس نسخه كوبي منها تمام في عندي سي السي كول باي ريفرنس مع ايش مع ايه لان انا استدعيت اخر شيء الاي فهو كول باي ريفرنس مع الاي فبصير اشر على الاي يعني السي صارت اشر على الاي والاي صار والاي صارت اشر على البي تمام طيب داخل الفانكشن ايش حكى لي داخل function حكى لي كالتالي حكى لي أول شيء بي تساوي أي ناقص سي، هون عندي البي، بي تساوي أي ناقص سي، يعني عدل لي قيمة A البي، الأي اللي هي 6، 6 ناقص 3، صارت قيمة البي كم؟ 3. طبعًا البي مش مرتبطة مع أي شيء بالميل، تمام؟ طيب، بعدين حكى لي أي تساوي بي ضرب سي، الأي تساوي بي في سي، بي في سي 9. عدل لي القيمة قيمتها كم؟ 9. نفس الوقت راح نعدل البي الميل، قيمتها 9، لأنهم مرتبطين ببعض، تمام؟ ظل في شيء بالفانكشن انتهى الفانكشن ننزل خلصنا السي اوت تبعتي الاستدعاء الفانكشن بالمين بحكي لي سي اوت الـ A قيمة الـ A بالمين ظلت زي ما هي ثلاث راح نطبع ثلاث ناخذ فراغ بعدين بحكي لي سي اوت الـ بي البي تعدلت القيمة هيها كانت ستة صار قيمتها تسعة نطبع تسعة فكان الاوتبوت ثلاث وتسعة الفكرة كرر لي نفس المتغير حطه مرتين بالاستدعاء بي اي اي, اي. ودى الف... ودى ال... المتغير مرتين مره الباراميتر الثاني اخذ منه نسخه والمره الثانيه اخذ الباراميتر اخذ الكول باي ريفرنس تمام توقع فكره السؤال واضحه طيب ننتقل السؤال اللي بعده سؤال رقم سبعة طيب سؤال رقم سبعة هذا مفهوم على الميد وراح يختصر عليك السؤال بثواني عرف لي انتجر A تساوي ثلاث انتجر B تساوي سبعة تمام الفانكشن الفانكشن بيستقبل بيستقبل القيمة الأولى as call by reference والقيمة الثانية بيستقبلها call by reference لما استقبل أنا الفانكشن عندي لما يستقبل call by reference يعني يعني حصرا أنا باستدعاء الفانكشن لازم أودي له متغير variable فقط ما ما بينفع أودي له عملية حسابية ما بينفع أودي له يعني ما بينفع أحكي له مثلا x زائد 10 ما بينفع أودي له 5 ما ما بينفع يودي له مثلا فانكشن ما بينفع مثلا احكي له باور يعني يكون احد الباراميتر باور ل 5.3 مثلا ما بينفع لازم فقط اودي له فاريبل لحاله فقط فاريبل يعني فاريبل لا مجموع له ولا مضاف له شيء ولا فانكشن ولا اي شيء تمام طيب الاستدعاء الاول بياخذ على بي ريفرنس ودينا له ايه لحد الان صحيح الباراميتر الثاني وديت له بي زائد 5 بي 5 والفانكشن بيستقبل ايش؟ كول باي ريفرنس حكينا هذا الاشي ممنوع فبسبب لي ايرور فالجواب ايرور طيب اذا أنا نوضحها اكثر كيف ليش ايرور؟ هسا مش احنا كنا نحكي قبل شوي بالسؤال انه عندي هون الاي بالبراميت الاول مرتبط بالاي هون المين وهون الفانكشن فهذولا مرتبطين ببعض اي تعديل على اي داخل الفانكشن بينعكس على اي بالمين طيب لما انا اودي له لما انا اودي له هون البي تمام وهنا أه بالمين انا وديت له بي زائد خمسة. طيب انا لما اصير هون اي تعديل على بي كيف بدي اعكسه على بي زائد خمسة؟ كيف يعني اعكس القيمه هون بعد ما اعكسها اطرح من بي 5 وبعدين احكي هاي القيمه اللي ظلت لبي هذا الشيء غلط لازم يكون في عندي متغير يحفظ القيمه اللي بتتغير عليه داخل الفانكشن وبتنعكس عليه فلما يكون مجموع للإشي ما بيزبط هذا الحكي عندي ما بيرجع القيمه ما بتتسيف في الحقيقي فهذا الشيء ايش بسبب لي ايرور حكيان هاي نركز عليها عشان ما تقعدوا تتبعوا بالكود تجمعوا وتطرحوا على الفاضي فبشكل سريع زي هيك تمام طيب بالنسبه للسؤال اللي بعده عرف لي اكس وفيها قيمه 8 ان شاء الله انها تكون 8 هي 8 اكس ماينس ماينس ناقص 3 اول شيء هون عندي ايش بوست انكريمنت بوست انكريمنت يعني ايش نقصان بعدي يعني اول شيء بستخدم القيمه بنفذ السطر هون بعد ما انتهي من السطر بعدل القيمه ف8 ناقص 3 واطبعهم بيطبع 5 بعد ما ننتهي من هاي اللاين بنعدل قيمه الاكس قيمتها كم 7 سي اوت اكس بلس بلس هاي بوست انكريمنت بوست إنكريمت هاي ديكريمنت هاي عفوا هاي بوست انكريمنت زيادة بعدية وهاي نقصان بعدية دي ديكريمنت تمام فأنا عندي الزيادة البعدية نفس الموضوع بنطبع بعدها بنعدل القيمة فبنطبع بالبداية سبعة بعد ما نعدل السبعة بنعدل الإكس بتصير قيمتها ثمانية خلاص انتهى كودي فبكون عندي الفول اوتبوت خمسة وسبعة فقط تمام طيب أه سؤالي بعده بحكي لي سي اوت واحد تقسيم دبل دبل الأربعة دبل أربعة لما تشوف عندي هيك دبل أو انتجر هاي اللي هي نفسها الإستاتيك كاست دبل لقيمة لكن هاي الشورت منها هاي الشكل الشورت منها الشورت فورم من الإستاتيك كاست فدبل أربعة يعني بيحكي لي حول الأربعة على بعدها اقسم الواحد عليها واحد تقسيم أربعة دبل بيطلع لي قيمة دبل فراح يكون واحد تقسيم أربعة اللي هو ربع 0.25 تمام فبنطلع 0.25 بعدها حاكي لي سي أوت طبعا احنا على نفس اللاين بعد ما نزلنا لاين جديد بيحكي لي سئات واحد 1 تقسيم 4 طيب عدد انتجر تقسيم عدد انتجر ايش راح يعطيني راح يعطيني عدد انتجر تمام يعني 1 تقسيم 4 0.25 لانه انتجر الناتج القسمه راح يعطيني كم صفر هاي ركزوا عليها هي مش يعمد فراح طيب نحط صفر هون تمام طيب هيك انتهى السؤال هذا أه السؤال اللي بعده هذا السؤال ايش بحكي لي بالسؤال عرف لي string تمام فيها a b c d e f يعني كم واحد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست احرف ست احرف تمام استدعى الفانكشن لاحظوا استدعى الفانكشن وداله الstring كامل وداله خمسة size ما وداله size ستة وداله size خمسة بالفانكشن ايش بيحكي لي بيستقبله as a pointer star a ويستقبل ال length as length بيحكيلي i equal zero i اقل من length I++ وال A++ تمام؟ بحرك بالبوينتر يعني، هاي ال A++ plus plus يعني راح تحرك البوينتر. يعني ال I++ plus plus فقط لفحص الشرط، وال I++ plus plus حتى لي البوينتر على كل أدرس بعدين، تمام؟ فـ A بينقسم بلس بلس هاي زيادة بعديه. فعندي الأريه الأصلية A B C D E F. أول إشي مشينا على أول إشي، الإندكس الأول A++ إيش؟ اي سب بزيرو ستار واي اعمل لي لها بلس بلس ال الاي بتصير قيمتها بي اي بلس بلس صار ياشر على الثاني البي عدل لي اياها زدها واحد تصير سي هاي صارت ايش طبعا هون قيمه الاي خلينا نحكي زيرو وقيمه الاي زيرو بالبدايه عدلنا على إيه صارت بي اي بلس بلس بصير واحد والاي بلس بلس بصير واحد عدلنا على البي صارت قيمتها سي اي بلس بلس قيمه اي اثنين والاي بلس بلس قيمه الاي اثنين بصير اشر على الاندكس الثاني طيب اللي هو السي صرنا عندي السي السي بلاي عمل لي لها زياده واحد بصير حرف الدي اي بلس بلس بصير قيمه اي ثلاث هون بصير ثلاث طبعا اللينث خمسه طيب بنصير عندي الدي زيد لي عندي واحد بصير حرف الاي اي بلس بلس اربعه أربعة أقل يساوي خمسة ترو، والإيه بصير عندي أربعة. طيب، عدي لي حرف الإي، زيد لي عليه واحد بصير حرف الإف. أي بلس بلس صارت خم... قيمتها خمسة، والإيه بلس بلس صارت قيمتها كم؟ خمسة. خمسة أقل من خمسة فولس، ما بنكمل خلص لأنه اللينث عندي كم؟ خمسة. ففقط عدلنا هاي الخمس حروف. اول خمس حروف السادس ما وصلنا له فالاري تبعيتي بعد استعال الفانكشن راح تكون بي سي دي اي والعنصر الاخير بننزله زي ما هو لانه ما صار عليه تعديل اللي هو اه ايش اف اللينس خمسه هاي وداها داخل الفانكشن وديت ليها خمسه فصارت قيمتها خمسه تمام فاحنا بس عدلنا اول خمس عناصر والعنصر السادس ضل زي ما هو بعديها بحكي لي اطبع لي الاس تي راح يطبع لي هاي ب، C D E F F تمام لا ما أخذناها بالحسبان إحنا وقفنا الزيادة هنا يعني خلينا هاي أحذفها من الأسود إحنا فقط زدنا الأسود زدنا هاي اللينث كامل هذا اللي زدنا أول خمس حروف هاي صفر واحد اثنين ثلاث أربعة الاندكس اللي هم الأربعة اللينس تبعه خمسة فإحنا مشينا خمس لفات بالفور لوب على أول خمس عناصر واحد اثنين ثلاث أربعة خمس عناصر الأف ما ما وصلنا لها فما تعدلت ظلت زي ما هي نزلت زي ما هي أف وإحنا العناصر أصلا عندي الفونكشن إيش بيعمل لي بيزيد لي كل قيمة إيش بيزيدها واحد فالإي زادها واحد صارت بي البي زادها واحد صارت سي السي زادها واحد صارت دي الدي زادها واحد صارت إي e. والإي e زادها واحد صارت أف ما وصلنا للاف الاخيره حكينا لانه ايش لف خمس مرات فنزلت زي ما فبكون عندي الفول اوت بوت اللي هو ايش بي عفوا بي سي دي اي اف اف تمام طيب الفانكشن اللي بعده او السؤال اللي بعده عفوا شرح 11 بيحكي لي بالسؤال داخل المين عرف لي ال h اتش اي ار هذا الفانكشن عندي اس اتش اي ار كي السترنج عفوا استدعى الفانكشن ودال ال اس تي ار ودال ال ايش السترنج كامل طبعا هذا سؤال شوي زين احكي بس ما طيب ايش بيحكي لي بالسؤال اس تي ار زائد واحد هذا البوينتر ستار اس تي ار زائد واحد لا تساوي نل فانا ايش مدي له؟ مدي له الاس اتش اي ار كي شارك دي تمام بيقارن الحرف هسه البوينتر بايش بيشتري بياشر على حرف الاس فهو بيقارن الحرف اللي بعده أس زائد واحد اذا بيساوي نل فاحنا بنقارن هل الاتش تساوي نل بحكي له لا داخل الـ داخل الفانكشن ايش بحكي لي بعرف لي تمب هاي التمب التمب ايش بتساوي؟ بتساوي ستار ستار اس تي ار يعني القيمه اللي بأشر عليها، ايش انا بأشر عندي الستار اس تي ار؟ على اول حرف اللي هو الاس فالتمب شو صار فيها حرف الاس سمول بعدها بيحكي لي ستار اس ار اللي هو حرف الاس تساوي ستار اس ار زائد واحد الحرف الاس بيساوي الحرف اللي بعده زائد واحد فبنع ايش فبصير عندي حرف الاس ايش بيساوي اتش يعني بصير عندي الاري هيك اتش اتش اي ار كي بعدها ايش بيحكي لي ستار اس ار زائد واحد الحرف الثاني تساوي التمب تساوي ما داخل التمب اللي هو حرف الاس فعكسنا بيناتهم فصار عندي اتش s a r k هيك صار, صار شكل الاريه تمام طيب هسه أه ايش بيحكي لي str بلس ايكوال -E 2 حرك لي المؤشر حكينا المؤشر كان اشعر حرف الاس بالبدايه حرك لي المؤشر حرفين h بصير اشعر حرف الإي يعني بصير عندي الاريه أه حرف الإي طبعا هون هون احنا عفوا هون بنشتغل احنا تمام فهو كان أشهر على حرف الاتش او اول حرف يعني بالبدايه بس احنا عدلناه هسه بزاد المؤشر صار ايش حرفين لقدام يعني على الاس بصير على حرف الاي صار أشهر على حرف الاي اللي هون هذا صار موقع تاشيري خلينا نحكي بازرق حتى تشوفوه صار المؤشر او الاس تي ار هون تاشر على حرف الاي تمام بيرجع بيحكي لي عرف لي تم من اول وجديد هاي التم من اول وجديد التم ايش بيخزن فيها بيخزن فيها قيمه ستار اس تي ار اللي هو ايش حرف الايه خزنها فيها حرف الايه بعديها بيحكي لي ستار اس تي ار اللي هو حرف الايه تساوي ستار اس تي ار زائد واحد حرف الايه تساوي ما بعدها بحرف اللي هو حرف الار يعني الأريل الجديد بصير عندي اتش اس ار ار كي تمام طيب, طيب. بعديها ايش بيحكي لي ستار اس تي ار زائد واحد اللي هو الحرف اللي بعديته باشر عليها اللي هو عندي حرف الار الثاني هون تساوي التم تساوي ما داخل التم اللي هي ايش اللي هو حرف الايه يعني بصير اتش اس ايه اتش آه، اس ار اي كي تمام اتش اس ار اي كي طيب بعديها ايش بيساوي آه، خلصنا بدي هسه يمشي لي آه، يعدل لي الفور لوب مشي لي الفور لوب احنا كان الفور لوب وين ياشر حكينا عند حرف الاي اللي هون اللي هو ثالث عنصر اللي هو حرف الار صار اللي هو صار هون هسه مشي لي البوينتر حرفين صح اه مشينا هسا هسه البوينتر حرفين بصير اشر على الاي بصير اشر على حرف الك. ايه عفوا صح هون الصفر كان اشر بالبدايه عندي على الصفر حركنا حرفين صح على حرف الاي بعدين انا احرك حرفين راح اشر عندي حرف على حرف الك. صار اشر على حرف الك حاليا او انا حاط حرف زيادة ويت لا صحيح تمام اتش اس حكينا بالبداية كان اشرع حرف الاس مشينا حرفين صار اشرع حرف الاي آه تمام بعديها آه بعد الاي راح نمشي حرفين راح يصير اشرع حرف الايش حرف الكي تمام راح يأشر حرف الكي حاليا صحيح أشر على حرف الكي فانا حاليا البوينتر تبعي طبعا هاي الاري اتش اس ار اي كي حاليا صار أشرح على حرف الايش؟ على حرف الكي ايش اه شرط الفور لوب؟ نرجع ناكد عليه هو ما بيفحص الحرف بيفحص ما بعد الحرف فبيحكي لي ستار اس زائد واحد لا تساوي نل انا هون نهايه الأريت تبعتي عند حرف الكي انا قاعد باشر على حرف الكي انا بس نمسح كثير في ازرق حولها. اه انا باشر حاليا وين؟ على حرف الكي تمام؟ نشر حرف الكي بيحكي لي افحص ما بعد الكي هل هو نل؟ طبعا ما بعد الكي هون خلص هاي انتهت السترنج يعني بعد السترنج ايش يكون عندي نل؟ يفحص لي ما بعدها هل هو نل؟ ما بعد الك هو نل فما بندخل بفور فخلص بكون خلصنا ايش؟ خلصنا الفانكشن طبعا عشان انه بوينتر بينعكس على المين فبصير عندي سترينج المين بتكون تعدلت اتش اس بتصير ار اي كي بيحكي لي اطبعها بيطبحها هاي اتش اس ار اي كي هاي فول اوت بوت الفكره كانت بس بالسؤال هي كترتيب حل عادي ما فيها صعوبه بالمره كانت الفكره انه احنا لما نفحص نفحص الحرف اللي بعده وفقط هاي هي كانت كل الفكره ولما نزيد بنزيد خانتين ما بنزيد خانه واحده مفهوم السؤال ولا نعيده اذا في عندكم فيه شيء تمام طيب دام ما حدا حكى طيب هذا السؤال في له تكمله فراح نكتب تكملته قبل بحكي لي بعد هاي في عندي ريتيل. لقيمة قيمه الجي آه سكرنا في عندي void main بريس في عندي انت نمز تساوي افتح بريس ستة فاصلة زيرو فاصلة سالب أربعة فاصلة واحد فاصلة سالب ثلاث فاصلة تسعتاش فاصلة سالب أربعين فاصلة سبعة

طبعا هذا تكملة السؤال هي تحت بس نسخنا هذا فوق حتى نعرف نطلع الاوتبوت مع بعض طيب بالنسبة لفرع 12 مفهوم مفهوم ولا لا إذا الفرع اللي قبل يحكوا لي فرع 11 ممكن نعيده عادي بس خلونا نخلص فرع 11 إذا هي بنعيد فرع 12 طيب بالسؤال عرف لي بال بالمين انت نمس النمس طبعا كم حرف فيها او كم رقم فيها واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فالسايز تبعها راح يكون عشرة تمام آه بعد ما يكون هاي السايز تبعها عشرة استدعى الفانكشن ودى له النمس اللي هو الاري كامله ودى له السبعة فاللينث عندي هون قيمتها سبعة هون عندي الستار ايه بتأشر على الاري كامله النمس اوكي طيب عرف لي اي 0 وجت قيمتها 0 بحكي لي واي الاي اقل من اللنت الاي اقل من السبعه هاي اللنت. فيها سبعه الاي اقل من سبعه بحكي له ترو بحكي لي اف ستار زائد اي الاي بتاشر على اول عنصر اللي هو السته هل السته طبعا زائد اي صفر فبضلوا على السته على هل السته اكبر من صفر ستة اكبر من صفر ترو ايش بحكي لي جاب بلس بلس بنزيد قيمه الجاب قيمتها قيمتة كم 1 طيب هاي بس هيك الفور لوب اللي تابع اللي تابع للاف عفوا فقط تجيب بلس بلس تمام طيب الاي بلس بلس هاي خارجها ما لها دخل فبنحكي اي بلس بلس قيمته اي واحد نرجع نفحص الشرط هل واحد اقل من سبعه بحكي له ترو برجع يفحص لي ستار اي زائد واحد اي زائد واحد يعني الصفر هل الصفر اكبر من صفر فولس I plus plus اي بلس بلس قيمته اي اثنين طيب اثنين اقل من سبعه ترو اه ستار اي زائد اه 2 اللي هو سالب 4 صرنا هل السالب 4 اكبر من صفر فولس ننزل على الاي بلس بلس بصير قيمه الاي كم 3 3 اقل من 7 ترو ستار اي زائد 3 اكبر من صفر اللي هو عندي الواحد هل الـ 1 اكبر من صفر ترو الجاي بنعملها بلس بلس القيمهها 2 بعدها تنزل على الاي بلس بلس القيمه الاي كم 4 تمام طيب 4 اقل من 7 ستار اي زائد 4 اكبر من صفر اللي هو احنا عند صرنا السالب 3 سالب 3 اكبر من صفر فولس ننزل على الاي بلس بلس يكون اي 5 طيب 5 اقل من 7 ترو ستار اي زائد 5 اللي هي عندي 19 يعني هل 19 اكبر من صفر بحكي له ترو نعمل جي بلس بلس قيمه الجي ايش كم؟ ثلاث اي بلس بلس يصير قيمه الاي 6 6 ست اقل من 7 ترو ندخل كمان مره A زائد 6 ستار A زائد 6 اللي هو عند السالب 4 سالب 40 عفوا هل السالب 40 اكبر من صفر فولس ننزل على الاي بلس بلس يصير قيمه الاي كم؟ 7 سبعه اقل من سبعه شرط الوايل لوب فولس. نطلع من الوايل لوب، نرجع ننزل وين؟ ننزل على الريتيرن. احكي لي ريتيرن للجي، قيمة الجي ثلاث. رجع جي، هي بس موجود داخل سي اوت، الفانكشن، فبيطلع لي كم؟ قيمة الجي اللي هي كم؟ ثلاث. ففعلياً الفانكشن قارن لي القيم، او رجع لي مجموع القيم اللي اكبر من صفر بأول سبع خانات فقط. ما كملنا لكامل الفور لوب. تمام؟ ما كملنا، من... ما كملنا لكامل اللي... الاري فقط اعطاني السايز اول سبع ارقام منه فرجعنا كم؟ رجعنا ثلاث لانه اول سبع ارقام فيهم بس ثلاث ارقام اكبر من صفر فكان الاوتبوت عندي كم؟ ثلاث تمام؟ طيب السؤال مفهوم 11 كان مفهوم تمام 12 طبعا ما في فكره ننتقل لسؤال 13 في فانكشن ايش هون محذوف لا تمام طيب اه بالنسبه لسؤال 13 عرف لي بالمين سترينج اسمه STR فيه سامر سمر او سامر او سمير او اللي اخر سمير اللي الجمله تمام تمام شوي بس اهو طيب استدعى الفانكشن وده ايش؟ وده له السترينج كم؟ الفانكشن استقر بستار ايش؟ اس تي عرف لي اول شيء بالبدايه بوينتر واحد ستار بي واحد بتاشر على أستيار يعني انا البوينتر طبعا الستار اس تي هاي بتاشر اصلا على السترينج اللي بالمين يعني ايش بتاشر فعليا؟ بتاشر على حرف الاتش فنحكي نحكي هون الستار اس راح تاشر على حرف الاتش كابيتال تمام؟ وظل عندي ستار بي 2 خلينا نكتبها ستار بي 2 طيب فحكى لي الستار بي... ستار بي 1 بياشر لي على ايش؟ بياشر لي على ال... البوينتر اللي عندي هون اللي هو اسمه الاس تي ار فراح ياخذ حرف الاتش برضه ستار بي 2 بياشر لي على الاس تي ار زائد واحد الاس تي ار كان ياشر علي, على حرف الاتش حرف الاتش زيد عليه واحد بصير يأشر على حرف الايش؟ حرف الاي سمول فقيمه البي 2 كم؟ اي سمول تمام؟ طيب هسه عندي وايل لوب بيحكي لي ستار بي 2 اللي هو عندي حرف الاي e. لما ما بتساوي نال لا تساوي نال هالحرف ال الاي لا تساوي نال بحكي له ترو بيحكي لي اف بي واحد ستار بي واحد تساوي ستار بي 2 هل بي واحد تساوي بي 2 بحكي له فولس ننزل وين ننزل هون فقط طبعا لها هاي التعديل بي واحد بلس بلس بي 2 بلس بلس يعني راح نزيد هاي عند السترنج اللي كبيرة اللي هي احنا قاعدين نمشي عليها فالبي واحد بعمل له بلس بلس يصير اشعر على حرف الايش يصير على حرف الاي e. بصير عندي هون حرف الاي سمول e تمام؟ والبي2 بنزيده حرف يصير أشر على حرف الال. تمام؟ طيب. بنرجع نفحص الشرط من أول وجديد بالواي لوب. ستار بي2 لا تساوي نل، هل الال لا تساوي نل؟ بحكي له ترو. هل البي1 ستار بي1 تساوي ستار بي2؟ فولس، اي ما تساوي ال. بننزل على الزيادة. بنزيد البي1 الحرف بصير أشر على الال. والبي2 بصير أشر على الال. كلمة هلوم في دبل ال. طيب، بنرجع نفحص، البي2 لا تساوي نل؟ بحكي له ترو. هل البي1 تساوي بي2؟ بحكي له ترول بي واحد تساوي بي 2 ايش بيحكي لي؟ بيحكي لي بي 2 ستار بي 2 تساوي ايش؟ تساوي أه ساين دولار طيب هاي حتى نفهم وين احنا بنعدلها هاي كلمة خليني أه... اكتبها تحت لانه احتمال يطول الحل هاي كلمة هلو بعديها سامر او سمير او الى اخره مش عارف شو الكلمة هو بيحكي لي طبعا ستار بي 2 كانت اشر على ايش؟ على الأل الثانية صار بي 2 كانت اشر على ال الثانيه ال الثانيه بيحكي لي عدل لي اياها خليها ساين دولار فتعدلت صارت ساين دولار طبعا بوينتر باشر لي ايش على بوينتر المين هذا احنا هون على بنعدل قيمه المين فصار عندي صارت عندي هالو اتش اي ال هل ساين دولار او هي اللي بالمين حاليا تمام طيب هسه أه نرجع نكمل أه بي واحد بلس بلس بصير اشر على ال الثانيه البي 2 باشر وين صار اشر على حرف الاو صار اشهر حرف الاو O لا تساوي نال بحكي له ترو ندخل هل ال L تساوي O بحكي له فولس بينزل بي 1 بلس بلس بصير اشر على O هون بصير اشر على النل باشر على الفراغ عفوا طبعا فراغ لا يعتبر نل هون الفراغ لا يعتبر نل هاي ديروا بالكم هنا هاي فراغ مش مش نل تمام طيب هسه بعديتها أه هل O تساوي فراغ بحكي له فولس O ما بتساوي فراغ بيحكي لي بي واحد بلس بلس بصير اشر على الفراغ وهنا بلس بلس الفراغ ايش بصير اشر حرف الاس كابيتال طيب بنرجع نقارن هل الاس كابيتال لا تساوي نال بحكي له ترو ندخل لجوا هل الفراغ تساوي اس بحكي له فولس بزيدهم ها بصير اشر على الاس كابيتال وهون بصير اشر عندي على حرف الاي تمام بعديتها هل الاي تساوي لا تساوي نال بحكي له لا تساوي نال ترو ندخل هل الاس تساوي ايه فولس بنزيدهم بصير هذا اشر عندي على حرف الاي وبصير اشر على حرف الام كلمه سامر هون طيب نرجع هل الام لا تساوي نال بحكي له ترو هل الاي تساوي ام بحكي له فولس بنزيدهم ها بصير اشرح حرف الام هم ستة أشعر حرف الـ e. هون بصير اشرح حرف الاي صرنا هون هاي بي 2 وهاي بي 1 هون طيب نرجع نفحص هل بي 2 اللي هي حرف الاي e لا تساوي نال بحكي له ترو ندخل هل الام تساوي اي e بحكي له فولس بنزيدهم بنعدل من الاي e. الام بتصير حرف الاي e. والاي بنعدلها e بتصير الاي e الثانيه لانه حرفين متكرره تمام بحكي لي هل الاي لا تساوي نل بحكي له ترو هل الاي تساوي اي بحكي له ترو الاي تساوي اي بحكي لي الستار بي 2 تساوي ايش ساين دولار اللي هي الاي الثانيه هاي عدل لي اياها خلي لي اياها ساين دولار تمام طيب آه تبع بحكي لي بي 1 بلس بلس بصير هون اشر عندي على الساين دولار تمام عفوا هاي حتكون ساين دولار هون بصير هون اشر لي عندي على الساين دولار الاي ايش بصير تاشر على حرف الار تمام طيب بعديها بيرجع يقارن مره ثانيه هل الار لا تساوي نال بحكي له ترو هل الساين دولار تساوي الار بحكي له فولس ساين دولار ما تساوي بيحرك لي المؤشرات بواحد بلس بلس بصير تاشر على الار والار بلس بلس بصير تاشر على نال خلاص انتهت الار لانه ما ضل عندي احرف فبصير اشر على نل نال لا تساوي نال فولس نطلع منها بيكون سكر ايش صار التعديل عندي؟ صار عندي التعديل على كلمه صارت هلو اتش اي ال هل ساين دولار او فراغ اس اي ام اي ساين دولار ار هاي عندي النهايه للايش؟ للتعديل على السترينج بيحكي لي اطبعها فبنطبع ايش؟ نطبع هاي الجمله تمام؟ فيها شيء ولا السؤال هو بس فقط انه تتبع هي مفهوم السؤال عشان نكمل لانه هو كان طويل طبعا نموذج السنوات هذا حله طويل كثير والاسئله جدا حلها طويل بس هذا الموجود طيب ما دام في سؤال خلينا نكمل طيب خلينا نشوف السؤال اللي بعده طبعا السؤال اللي بعده فيه فكره مهمه جدا جدا السؤال اللي بعده ايش حكي لي طبعا هنا على فانكشنات سي سترينج موجودين باخر شابتر خمسة أه داخل المين معرف لي سترينج اسمه بكتشر هاي بكتشر تمام خلينا سي سي يو ار اي تمام بعدها لي سترينج اس تي حلو سي دوت كت لاين دوت كتلين. ايش بتحكي لي بتحكي لي انا بت... بعطيك الايش أه السترينج اللي بتخزن فيها واللينث تبعها وشرط التوقف تمام أه بحكي وات از ذا اوتبوت اف ذا يوزر انسيرت ايش؟ بيكتشر طيب ودالي اللينت سبعه انا من ضمن السبعه من ضمن السبعه بحذف اخر آه مش وديت له اللينت سبعه معناته انا راح اخزن ست احرف فقط لانه السطر الحرف السابع بيكون نل حتى اوقف الاري اللي هو بيكون شرط التوقف فانا فعليا ايش بخزن؟ بخزن فقط ست احرف فبيحكي لي افترض انه اليوزر دخل بيكتشر هاي هاي اليوزر يدخلها هاي خلينا نحكي هون هاي اس تي ار اس تي ار واحد وهاي الاس تي ار اثنين اس تي ار اثنين اس تي ار اثنين دخل اليوزر بيكتشر لكن انا بستوعب فقط ايش؟ ست احرف الحرف السابع بعتبره نل صار ايش راح ندخل؟ بي اي سي هاي ثلاث احرف تي يو ار الحرف السابع حرف الاي ما بضمنه ليش؟ لانه هو اعطاني اللينك تبعي كم؟ سبعه من ضمن السبعه راح يكون عندي نل فالحرف السابع بيعتبر رونال ايش فبكون بس الجمله عندي بي اي سي تي يو ار تمام الاي -E ما بنحطها انتبهوا انه الاي -E ما بنحطها تمام هاي اول ترك موجود عندي هون لولاها السؤال بيطلع معكم ايش بيطلع معكم اجابه ثانيه طيب بعديتها في عندي اف في عندي اس تي ار كومبير بقارن لي السترنج الاول بالسترنج الثاني الاس تي ار كومبير فانكشن ايش بيحكي لي بتقارن لي السترنج الاولى بالسترنج الثاني راح تضل تلوف على تقارن حرف بحرف حرف بحرف مجرد ما لقيت حرف بالاس ار 1 اكبر من من الحرف بالاس ار 2 او الحرف اصغر من الاس ار 2 بترجع لي قيمه ما لقيت بتضلك تمشي لنهايه السترنج اذا كانوا متساويات بنرجع صفر يعني احنا راح نقارن حرف حرف بس نوجد اختلاف بايش بنرجع يا واحد يا سالب واحد يا صفر فاحنا بنقارن الاس ار 1 بنقارن حرف البي خلونا ايش نعطي لون لون ازرق ونقارن حرف البي بالاسير واحد بحرف البي هون متساويات تمام امشي على الحرف اللي بعده حرف الاي مع حرف الاي متساويات امشي على الحرف اللي بعده حرف السي مع حرف السي متساويات تمام امشي على الحرف اللي بعده حرف التي مع حرف التي متساويات تمام امشي على اللي بعده حرف الواي مع حرف الواي تمام متساويات تمام يو حرف اليوم مع حرف اليوم متساويات تمام حرف الار مع حرف الار متساويات تمام حرف الاي متساوي مع النال بحكي لك لا طبعا اي حرف هو دائما اكبر من النال حرف الاي اكبر من النال اذا كان السترنج الاولى اكبر من النل برجع واحد اذا كانت السترنج الاولى اصغر من الاصغر من السترنج الثاني برجع سالب واحد اذا متساويات برجع صفر فانا بحالتي هاي الاي -E اكبر من النل ايش برجع برجع واحد فكانت ناتج الفانكشن عندي هون ايش ناتجه كان عندي كان ناتج الفانكشن هذا كلياته واحد فبيحكي لي اف واحد ايكوال ايكوال زيرو هل واحد تساوي 0 فولس ننزل على الانس ونطبع ما داخلها بنطبع مال فكان الجواب عندي شو نو no. تمام فكره السؤال كانت كلها فانكشن اس تي ار كومبير سهل هو بس فكره السؤال كلها وين كانت كانت الفانكشن سي... سين دوت جيت لاين السين دوت جيت لاين لما يعطيني اياها هون بخزن فيها اللينث هون لازم يكون اكبر من الكلمه اللي بدي اخزنها بواحد حتى اعطي قيمه للنك فلما إياها على قد الكلمه راح استغني عن اخر حرف لاني بدي احط نل فكانت الكلمه اللي دخلتها مي مش بكتشر كامله ناقصها حرف الاي لما يكون ناقصها حرف الاي لما قارنا بالاس كومبير ما بيرجع لي صفر بيرجع لي واحد لانه الاي اكبر من النل فرجع واحد واحد لا تساوي صفر نزلنا على الالس طبعا انه اوكي طيب اسئله اوتبوت هون جدا طويله فنرجع نحكي نكمل بالسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده ايش بيحكيني في هاي المين معرف لي سالي ومعرف لي سترينج ثاني اسمها بي استدعى فانكشن وداله a و b القيمة الاولى كونستانت. استند واحد هاي ستار. str واحد القيمه كونستانت ايش يعني كونستانت حكيناها امبارح برضه انه القيمه هون ما بقدر اعدلها باستخدام البوينتر يعني ما بقدر احكي اس تي ستار اس واحد تساوي قيمه معينه بيعطيني ايرو فستار استار اس واحد بتاشر لي على الاي فبتأشر على حرف الاس مبدئيا تمام ستار اس تي ار اثنين بتاشر لي على البي والبي عندي فاضي هون ما لحد, لحد الان أول شيء أعطاني حرف الأس اللي هو هذا الـ String Length، String Length للـ STR1، بدي الـ String Length الفانكشن String Length بيعد لي كل الأحرف لحتى النل، النل ما بيدخلها من العدد، فبنعد الأحرف، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، فبكون أيش عندي؟ خمسة، بكون عندي قيمة الـ String Length خمسة، الأس والخمسة نفس بعض ما شاء الله، طيب، بحكي لي While S أكبر أو يساوي 0, هل الخمسة أكبر أو يساوي 0؟ بحكي له تبع، بحكي لي star أس TR2 S تساوي Star أه STR زائد S يعني خلينا نحكي هاي أه لا هتكون أكبر هي فعليا أه. بسم هذا الفرق جدا كويس خلينا نقسم عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هاي العبارة عن الاس ار اثنين حاكي لي انه تبعها 10 هاي STR2. ايش بيحكي لي؟ ستار اس زائد ايش؟ زاد زاد خمسة يعني صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اللي هو عندي هون تمام؟ اللي هي عندي هون عند الخمسة هون أه، تساوي خليني اكتب كمان الاس واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي S A L L Y هاي سالي هاي الأستيار واحد تمام طيب آه فبيحكي لي بالبداية ايش بيحكي لي بالبداية بيحكي لي ستار S T R اثنين زائد الأس S T اثنين زائد الأس اللي هي خمسة حكينا صب الخمسة تساوي ستر واحد 1 5 اللي هي عندي اياها هون ال STR1 5 كم؟ اللي هي عندي القيمه اللي هون نل تمام؟ هي صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، فخمسة تساوي نل فنل بخزن لي بالنهاية فأنا بخزن عندي هون هاي صفر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة فبيحكي لي أنت النل من ال STR2 اللي هو عندي خزن لي فيها النل من الإيش؟ من ال str فبتكون عندي قيمة الاندكس هون عندي ايش نال هاي راح نخزن فيها نال اللي هي باك سلاش زيرو تمام اس ماينس ماينس قيمة الاس كم اربعة طيب نرجع بحكي لي اس اثنين صب الاربعة اللي هون عندي هون خزن لي فيها الاس تي واحد صب الاربعة اس واحد صب الاربعة اللي هو الواي بخزن واي اس ماينس ماينس صارت ثلاث اس تي اثنين صب صب الثلاث زائد ثلاث اللي هو عندي اللي هو عندي هذا الاندكس اللي هون خزن لي فيه الاندكس في الاس ار 1 صب 3 اللي هي عندي ايش الال خزن ال بعدها بيحكي لي اس ماينس ماينس قيمه الاس 2 اس ار 2 صب 2 اللي هون خزن لي فيه الاس ار 1 صب 2 اللي هو الحرف الال الثاني اس ماينس ماينس بصير 1 اس ار 2 صب 1 اللي هو عندي هون خزن لي فيها الاس ار اس تي ار 1 صب 1 اللي هي عندي حرف الاي خزن في حرف الاي اس 1 ماينس ماينس صارت صفر صفر اكبر او يساوي صفر ترو بعد متحقق str 2 صب الزيرو اللي هي عندي هون خزن لي فيها الاس 1 صب الزيرو اللي عندي حرف الاس خزن حرف الاس اس 1 ماينس ماينس صار قيمتها سالب 1 سالب 1 اكبر يساوي الصفر فولس خلصنا الفنكشن خلصنا الفنكشن الاس تي ار 2 هاي هي بتاشر على على البي داخل ايش داخل المين فقيمه البي داخل المين هاي صارت قيمه البي داخل المين هي الاس تي ار 2 نفسها فصارت كلمه سالي وبالنهايه باكستاش زيرو طبعا لو ما خزن الباك سلاش زيرو بالنهايه للنل راح يطلع لي ايش بالاوتبوت هون عندي راح يطلع لي ربش فادي عشان هيك هو بلش من النل ورجع رجوع لورا فلما يطبع لي سي اوت البي راح نطلع ايش اللي هو الاس ار 2 نفسه راح نطلع سالي راح نطلع كلمه سالي وهي هيك يكون عندي ايش الفاينل اوتبوت كلمه سالي تمام اتوقع بس هيك هذا كان السؤال ما في شيء اتوقع بس كانت الفكره ترتيب حل لازم ترتبوا الحال يعني اذا ما رتبتوا حالكم زي هيك شوي راح الموضوع يتعبكم كيف بالتتبع وانا نحط الاحرف تمام طيب ننتقل لفرع 16 خلينا نحله على الجهه الثانيه لانه تكملته هون بس بنحكي وانا void fcn بيستقبل int x فاصله انت star y سكر وافتح بريس هاي عندي الفانكشن هون تمام طيب داخل الفانكشن ايش بيحكي لي؟ نشوف داخل الفانكشن ايش بز او داخل الميل عفوا عرف لي نمز نمز في هاي القيم 1 2 3 4 5 السايستب معناته كم؟ 5 استدعى الفانكشن وداله نمز سب الواحد سب الواحد اللي هي كم؟ 3 وداله بالبدايه هي الفانكشن fcn وداله بالبدايه ثلاث فاصلة كم؟ أدرس آه... ال... نم بثلاث ثلاث صفر واحد اثنين ثلاثة عشرة تمام؟ هاي نحكي النمزة الكبيرة عشان نعرف إذا صار عليها هاي التعديل تساوي خمسة ثلاث سبعة عشرة فاصلة ستة تمام؟ طيب ايش بيحكي لي؟ طبعا ودها القيمة الأولى انتجر اكس انا وديت له كم نمصب بالواحد طبعا هون انا ما وديت له كامل الأري، معناته القيمه الاولى اللي هي اكس شو ما صار عليها تعديل ما بهتم ليش لانه ما وديت الأري كامله ولا وديت العنصر كول باي ريفرنس كاني هون استدعيت فانكشن اسمه اكس اكس هون بيستقبل لي اكس عادي ما بستقبل اياه كول باي ريفرنس معناته التعديل ما راح ينعكس حيكونوا فيها ايش منتبهين ستار واي ستار واي بتاشر لي على الايش بتاشر لي على نمصب بالثلاث معناته التعديل بوينتر تعديل بينحفظ بيحكي لي بالبدايه ستار واي ماينس ايكوال 2 اطرح من الستار واي كم؟ 2 كانت هي تاشر كم؟ على 10 اطرح منها 2 بتصير 8 uh, الاكس ودينا له اياها كم؟ 3 اكس بلس ايكوال ستار واي اجمع الاكس هون بالفانكشن 8 بتصير 11 طبعا 11 ما بتنعكس حكينا ليش؟ لانه انا مستدعيها مودي جزء من الاريه مش مودي كامل الاريه فمعناته ايش هون عندي؟ كانه بتعامل معها كانه متغير اسمه اكس او متغير اسمه واي او اي متغير فاذا ما كان الباراميتر عندي كول باي ريفرنس حتى ينعكس التعديل ما راح ينعكس فهو قلت واحد صار هون عندي فعليا انتهى التعديل للفانكشن الاول خلصنا استدعاء الفانكشن الاول طيب خلصنا هون برجع بيستدعي لي الفانكشن الثاني الفانكشن مره ثانيه برجع بيستدعي لي الفانكشن مره ثانيه بس هالمره ايش بودي بالبدايه بيودي بالبدايه نمصب بالثلاث هاي استدعاء الفانكشن مره ثانيه نمصب بالثلاث صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة تمام أربعة حسب بدي نمصب بالثلاثة اللي هي كم اللي هي ثمانية عدلناها هسه أدرس نمسك بالواحد نمسك بالواحد اللي هي الثلاث من الثلاث سكر الفانكشن حكينا القيمة الأولى مش كول باي ريفرنس فالتعديل ما راح ينعكس نمصب بثلاث بحكي لي ستار واي ماينس يكوال اثنين اللي هي أنا وين وديت له بالبداية ستار واي ستار واي اللي هي القيمه الثانيه اللي هي الثلاث اطرح منها اثنين هاي الثلاث اطرح منها اثنين بصير قيمتها كم واحد بصير قيمتها كم واحد تمام طيب x بلس ايكوال ستار واي الاكس اللي عندي اياها هون 8 اجمع لها قيمه الواي اللي هي قيمه ستار واي اللي هي قيمتها 1 بصير قيمتها 9 9 ما بتنعكس على المين لانه ما في كول باي ريفرنس انتهينا من من الفانكشن خلصنا كل الفانكشن التعديلات طبعا تحفظ لانه كان في عندي بوينتر فالاريه الجديده بصير عندي كم؟ خمسه واحد سبعه ثمانيه اه، خمسه واحد سبعه ثمانيه سته تمام هاي قيم الاريه الجديده ايش بحكي لي؟ بعدين بحكي لي سي اوت نمسب الواحد نمسب بالواحد اللي هي كم؟ نمسب بالواحد لهو الواحد اللي هو الواحد فبنطلع بالبدايه واحد ناخذ فراغ نمسب بثلاث نمسب بثلاث اللي هي الثمانيه اللي تعدلوا القيمتين عندي نطبع واحد ونطبع ثمانيه لو نسيتوا فكره انه هاي عندي مش كول باي ريفرنس وانا بعثت جزء من الاري مش كامل الاري كان عدلتوها كان اختلفت مع مع كل قيم كان الاوتبوت طلع معكم ايش اوتبوت ثاني مش واحد وثمانية فنركز انه انا لما ابعث جزء من المين هاي النمسب الواحد زي كاني وديتها الفانكشن اكس الاكس لو ما كانت كول باي ريفرنس بينعكس التعديل لا لازم تكون هون عندي كول باي ريفرنس حتى ينعكس التعديل عندي هون اما الجزئيه الثانيه كانت بوينتر والبوينتر بيكون بيأشر على المين فالتعديل يحفظ ما دام البوينتر بيأشر على المين التعديل يحفظ تمام طيب السؤال محذوف لانه فيه انا اياه بس قبل فيه فانكشن محذوف اللي هو ال ار توك توكنايز مش معكم محذوف فالسؤال هذا ايش يعتبر محذوف ننتقل لسؤال 18 لو بعثت كل الأري يعني هون راح يكون استقبلها كامل الأري مش جزء من الأري لو بعثت كامل الأري أي تعديل بينعكس على المين وبينحفظ يعني لو هون أنا بعثت الأري كاملة وحكيت x sub الواحد x sub الواحد مثلا بلس ايكوال ستار واي هون هون التعديل بيحفظ بس انا بعث جزء من الاريه حكينا لما تبعث جزء من الاريه حتى ما تتخربط وهو دائما بحطه بس خربطه يعني نام سب الواحد فكره الاريه كامله يعني نبعث جزء من الاريه نام سب الواحد عملها كانها اكس عملها كان معامله اكس متغير عادي اذا ما كان كول باي ريفرنس ما راح ينعكس التعديل عليه تمام طيب سؤالي بعده فرح 18 ايش بيحكي لي؟ أه... بيحكي لي would this code work if yes find the output if no why بيحكي لي هذا الكود راح يشتغل ولا لا واذا اه طلع الاوتبوت اذا لا احكي لي ليش طيب هنا نرجع لموضوع الكونستنت تركزوا فيه تمام طيب. هاي الفكره تكررت طيب هاي عندي بالمين معرف لي ايه فيها اكزام معرف لي بي وفي سب ال10 ودالي الفانكشن استدعى الفانكشن ودالي ايه وبي الفانكشن بيستقبل ايه باسم ستار str1 star واحد ستار واحد تمام بتاشر على اللي هي على حرف الإي خلونا نحكي زي هيك تمام طيب اللي عندي ستار اس ار 2 ستار اس ار 2 ايش اللي عندي فيها كونستانت لاحظوا عندي لاحظوا عندي انه الكونستانت ايش الكونستانت التاشير يعني ما بقدر احرك المؤشر ما بقدر احكي اس ار 2 تساوي ادرس الاكس مثلا اغير التاشير او احكي اس تي ار 2 بلس بلس هذا الشيء ممنوع هاي الطريقتين بيعملوا لي ايرور انتم طلوا بشكل سريع بس في عندي اس تي ار كوبي قبل ما ننفذها داخل الفور لوب ستار اس تي ار 2 لا تساوي نل اس تي ار 2 بلس بلس اس تي ار 2 بلس بلس هاي حركت الايش حركت الادرس وانا حاكي لي انت الاس تي ار 2 عندك كونستنت على الادرس ما بقدر احرك الادرس فهاي الاشي شو بسبب لي بسبب لي ايرور هذا الاشي بسبب لي ايرور تمام هذا الاشي ايش بسبب لي ايرور فعلى طول نكتب ايرور وخلص خلص الكود تمام آه حركت انه دكتور ما في ايرورات بالامتحان تبع بكره آه لكن مهم جدا موضوع الكونستانت هون الكونستانت عندي كان الكونستانت على ايش التأشي على التاشير يعني ما بقدر احكي اغير الاس ار 2 تساوي قيمه معينه جديده او احكي اس ار 2 بلس بلس هاي 2 معناتها مشي الاندكس لقدامه انا بقول لك ثبت المؤشر فانت لما تعمل العكس معناته ايرور تمام طيب السؤال آه اللي هون معرف لي اري فيها القيم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة 7 قيم انتجر انو ريزلت هاي الريزلت وهاي الان احكي لي ان تساوي زيرو انا اقل من 7 أنا بلس بلس ريزلت بلس ايكوال آه رز ايش إيه الريسب الان طيب هون في عندكم طريقتين لتتبع الكود انا اقل من 7 معناته راح يمشي على كامل عناصر الاري والع... والشيء اللي بيصير بالفور لوب هو بيجمع لي عناصر الاري يا يعني انكم تشتغلوا الشيء البداي اللي هو مثلا تحكي ريزلت بلس ايكوال ايش الاري ريزلت فيها الصفر نجمع لها اول قيمه نجمع لها واحد نجمع لها القيمة الثانية بصير ثلاث اللي هو بصير أصب الواحد هاي بصير واحد أي بلا أن بلس بلس جمعنا الصفر أن بلس بلس صارت واحد جمعنا القيمة اثنين بتصير آه ثلاث أن بلس بلس صارت قيمتها اثنين اجمع لها القيمة الثانية بتصير سبعة أن بلس بلس صارت قيمتها ثلاث اجمع لها هاي جمعناها هاي جمعناها هاي جمعناها اجمع لها الست بتصير ثلاثة ثلاثطاش أن بلس بلس يصير أربعة اجمع لها الثمانية بتصير 21 انا بلس بلس قيمتها 5 اجمع لها التسعه بتصير 30 انا بلس بلس بتصير 6 اجمع لها ال 12 بتصير 42 انا بلس بلس بتصير 7 بنطلع من الكود نطلع سي او للريزلت نطلع كم 42 يعني بدك تتبعوا هذا راح تطولوا انتوا ايش فهمتوا فهمتوا من مبدا الفور لوب طبعا الجواب راح يطلع عندي 42 اذا احنا شفنا ان الفور لوب ثابت وهذا يعني السؤال عدم يعني ثابت من المؤخر يعني الشيء الطريقه ثابت والكود بيشتغل طريقه واحده ايش هي الطريقه تحكي لي اجمع لي كم عناصر ار فلما تتابع حالكم تشتغلوا الطريقه اللي اشتغلناها تجمع كامل عناصر ار طلع الجواب 1 زائد 4 زائد 6 زائد 1 زائد 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 زائد 9 زائد 12 الجواب يطلع عندي 42 خلصنا على السريع لانه ايش عندي الفور لوب بيجمع لي كامل عناصر ار ما استثنى شيء منها يعني سؤال جدا بسيط وسريع تمام او بتتبع بالطريقه اللي حكيناها بحطوا الريزلت لانه بتمشوا عليها واحده واحده تمام طيب أه السؤال اللي بعده 20 فكره سهله وهي بتعتمد على فهمك على البوينتر عرف لي سترينج فيها ايش دي يو يو اس تي تمام حكى لي ستار اس هسه هسه السترينج او الاري بشكل عام هي عباره عن كونستانت بوينتر وبتاشر لي على شو؟ بتاشر لي على اول اندكس يعني الاس بتاشر على اول اندكس بحكي لي ستار اس تساوي ار عدل لي الدي بصير حرف الار كابيتال يعني بصير ار يو اس تي سي اوت للاس R بعد التعديل طايش. رست او الجمله اللي طلعت عندي هاي تمام؟ هيك كان السؤال بشكل سريع أه ما في فكره بس تفهموا انه البوينتر او السترينج عباره عن كونستانت بوينتر فلما يستخدمها بأشر ايش بيقصد اول حرف له حرف الدي فستار اس تساوي ار عدل لي صارت ار طيب ننتقل لسؤال 21 سؤال 21 جدا مهم فكره السايز اوف وفكره السترينج لينث السترينج لينث حكينا لكم انه هو بيعد الاحرف لحد اول نل اول نل بيلاقيها بيطلع منها فلما حكى لي السي اوت السترينج لينث الاس راح نعد الاحرف لعند اول ايش لعند اول نل اول نل اللي بنطلع ما بنعدها فكلمه ايش هو عندي مرحبا بعديها هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة بعدها إيه وجدنا إيش باك سلاش زيرو باك سلاش زيرو هي نفسها النل فما من عندها فناتج سترينج لينز كم سبعة هاي ناتج الأول طيب الجزئية الثانية من السي أوت اللي هي size of s size of s بنجمع كامل السترينج وبنجمع لها النل اللي بالنهاية واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة والنل اللي هون بنحسبها ثمانية تسعة عشرة خلصنا السترنج خلصنا بيقول لي اجمع لي آخر نل بالنهاية بصير كم؟ 11 فناتج السايز اوف كم بيكون 11 السايز اوف بيجمع كل عناصر كل احرف السترينج كامله والنل اللي بنهايه السترينج السترينج لينث بيجمع فقط الاحرف عند اول نل بيوقف حتى لو النل كانت ايش زي ما هون شفنا داخل داخل الاري فما بيجمعها فبكون عندي جواب سبعة و11 اوكي. طيب. آه السؤال عندي هون عرف لي آه عرف لي سترينج اسمها السيار. السيارة, السيارة. تبعها خمسة كم حرف بيها واحد اثنين ثلاث اربعة اللي طبقة بيكون فراغ عندي هون فراغ. هون فراغ اشي فاضي تمام. أول شيء بالبداية حكى لي سيارة الاستيار الأربعة، صب الأربعة، فهي عندي صفر واحد اثنين ثلاث، الفراغ بتكون قيمته كم؟ أربعة تمام؟ فبالبداية يحكي لي اطبع الفراغ، طبعنا فراغ. بعدها يحكي بيحكي لي اطبع لي الاستيار، بيطبع الاستيار مزة تمام؟ بيطبعها زي ما هي، ما في عليها اختلاف. طيب السؤال اللي بعده فرع 23 أه، معرف لي كونستنت انترو تساوي 2 كونستنت كولز تساوي كم؟ تساوي 3 هذه القيمة الموجودة عندي تمام؟ بعدها ايش بيحكي لي؟ آه بيحكي لي بعدها انت a إيه؟ تساوي سب سب الرو سب الكت تساوي 2 3 سالب 2 سالب الرو سب 2 في ثلاث ست قيم لازم يكون عندي يعني قيمه 2 3 4 5 ما تبقى من القيمه ايش بكون عندي؟ صفر في عندي فور لوب اي ايكوال روز اي ايكوال كم؟ اي ايكوال 2 يعني اي اكبر او يساوي صفر اي ماينس ماينس جي ايكوال زيرو لو بدنا نمثل عناصر الاريه 2 3 سالب 2 1 3 صفر هاي قيم الاريه الاي بلشت من كم من اس... من اثنين تمام لا عفوا اي تساوي اي تساوي رو ناقص واحد الرو كم اثنين ناقص واحد يعني قيمة الاي كم بتساوي آي تساوي واحد والجي تساوي زيرو اوكي طيب بحكي لي شي اي سب الاي سب الجي الاي سب الاي اي سب الواحد يعني على السطر الثاني سب الزيرو نطبع واحد جيب بلس بلس قيمة الجي واحد، إيه سب الواحد، اي صفر، واحد، اثنين، صفر، واحد، إيه سب الواحد سب الواحد، لأنه الأي قيمتها واحد، اللي هي بنطلع الثلاث، بنطلع ثلاث، جي بلس بلس قيمة الجي اثنين، إيه صب الأي، صب الواحد يعني، سب الاثنين، اللي هي الصفر، بنطلع صفر، إيه جي بلس قيمة الجي ثلاث، فولس، ننزل سطر جديد، سيادة عندي إنت آل هنا. ننزل سطر جديد، صرنا على السطر اللي بعديته. اي ماينس ماينس، قيمة الاي كم؟ صفر. صفر أكبر أو يساوي الصفر، ترو. نرجع ندخل مرة ثانية، جي ايكوال زيرو. نرجع نحكي جي بتساوي زيرو. احكي لي سي أوت، أي سب الأي، سب الزيرو يعني، يعني نرجع للسطر الأول. سب الزيرو، سب الزيرو، سب الزيرو، بنطبع الإثنين. جي بلس بلس بصير واحد. أي سب الأي اللي هي سب الزيرو، سب الزيرو، اللي هي واحد، بنطبع العنصر اللي بعديته، الثلاث. بعدها جي بلس بلس قيمتها جي 2، اي سب ال 0 سب 2 اللي هي بتطلع السالب 2، جي بلس بلس قيمتها 3، 3 اقل من 3 فولس بنطلع، سي اوت بننزل سطر جديد، اي ماينس ماينس يصير قيمتها سالب 1، سالب 1 اكبر اي يساوي 0 فولس، انتهينا، فبكون عندي الفول اوتبوت اللي هو احنا طبعا عناصر الاريه بس عكسنا بالاسطر، 1 3 0 2 3 سالب 2، وما تنسوا الصفر تكملوا فيه عناصر الاريه، وما تنسوا تتبعوا الاسطر اللي هو موجود عندي، يعني لازم نعمل اريه زي هيك. ونتبع الاسطر اللي هو اعطاني اياها طيب فرع 24 خلونا نمسح هذا بس فرع 24 ايش بحكي لي فرع 24 عرف لي الاري اللي سب الخمسه فيها 2 4 4 0 0 خمس عناصر 0 1 2 ثلاث اربع هاي الاندكس تبعهم خمس عناصر فيها تمام بعدين عرف لي انتجر ك هاي عندي متغير اسمه ك والقيمه اللي فيه كم صفر اوكي طيب ك تساوي اي سب بالزيرو هاي اي سب بالزيرو اللي هي عباره عن اثنين زائد اي سب بالاثنين اي سب بالاثنين اللي هي الاربعه اربعه زائد اي سب بالاربعه اللي هي عندي هيها صفر ضرب 10 عملية حسابية صفر في عشرة صفر زائد أربعة زائد اثنين اثنين زائد أربعة زائد صفر بيطلع لي كم الجواب عندي ستة قيمة كيف بتكون قيمتها كم ستة سيارة لقيمة كاب بيطلع لي كم بيطلع ستة بالنهاية فهي فكرة انكم ترتبوا ترتب أو عناصر الأرة وتشوفوا كم في إيش العناصر المفقودة كان عندي أصفار بعدين بس عوض نقيه ما صار عندي أي شيء طيب uh, بالنسبة لفرع 25 طبعا هذا نموذج السنوات كان شوي طويل فرع 25 بلش من المين فور لوب اسمه تم تم اقل من 5 تم بلس بلس ريزلت طبعا الريزلت جلوبال فاريبل والتم جلوبال فاريبل هاي التم جلوبال فاريبل قيمتها صفر الريزلت جلوبال فاريبل قيمتها صفر وعرف لي الري اسمها واحد جلوبال فاريبل فيها القيمة ااا وفيها ثلاثمية ألفين ثلاثمية ألف ألف ومتين وثلاثين ألف وخمسمية وثلاث وأربعين تمام الريزلت بيجمع لي عناصر الاريه كامله هينتبهوا عليها بدك تجمعوا كامل عناصر الاريه دقيقه بس نجمعها على الاله حاسب نشوف بيحكي لي عباره عن 2200 زائد 300 زائد 2300 زائد 1230 زائد 1543 تمام بيطلع مجموعهم مخزنهم بالريزلت بيطلع المجموع 5593 هو مش عارف هم جايبين طبعا قيم سيئه آه هاي انتهينا من الفور لوب الاولى تمام الفور لوب الثانيه ترد بتضيف على الريزلت قيم الاريه الثانيه فبنجمع الريزلت نرد نجمع لها اللي هو 14 لانه بيمشي عليهم كامل هون اربع عناصر 1 2 3 1 2 3 4 طبعا هاي 18 بوينت بوينت 20 عشانها انتجر فبناخذ بس ال 18 تمام هاي ركزوا عليها بس طيب هسا راح نجمع عناصر الري الثانيه نجمعها لايش لهي العناصر اا اه... فبنرجع نجمع 14 زائد 16 زائد 18 هاي فاصله اتوقع اه 14 زائد 16 زائد 18 زائد 24 تمام هيك بيطلع عندي آه اللي هو ناتج الرزت بنجمع له اياها بنعدلها شو قيمتها كم 5000 و665 ساعه للريزلت بنطبع 5665 هاي رهين. تمام فقط هاي كان نجمع مجموع ال2 array مع بعض زائد 2300 بس نتاكد من الجمع فقط في خربطه بالجمع عندي كانت اه في خربطه بالجمع بس معلش خلينا عدلها 1500 40 43 آه, الاري الاولى معلش انا مخربط بالجمع الاري الاولى مجموعها كامل كم 7500 و7 73 هاي الاريه الاولى مجموعه نجمع لها الاريه الثانيه نجمع لها كمان زائد 14 زائد 16 زائد 18 زائد 24 بيطلع عندك 4000 آه, 7000 عفوا 14 16 18 24 اه 7600 آه, و45 اتوقع زي هيك هذا هيك بيطلع عندي مجموعه الاري فهذا بكون عندي الفاينل اوتبوت ارقام كبيره كان الاوتبوت سيء فلو كانت الارقام اقل كان تقدر تطلع جواب احسن طيب فرع 26 له تكمل هون طيب له تكمل هون خلينا نكتب تكملته قبل ونحله طيب سؤال 24 بيحكي لي في عندي انت برنت استقبل انت ايه فاصل انت سايز طبعا السؤال اللي قبل شوي ترى سهل بس ايش الفكره كانت الارقام سيئه هذا النموذج طبعا جدا طويل فما تركزوا بس ركزوا على افكار الايش ركزوا على افكار الأفكار الموجودة فيه، ولا هو جدا طويل. 0 زيرو بعدها عندي else فيها cout a sub size ناقص واحد أه بعدها بستدعي function مرة ثانية أه print a فاصلة size ناقص واحد هذا ريكيرجن طبعا شوي طويل أه وتحديدها return zero أه السؤال شوي طويل هذا برضه السؤال بعد لسه أطول كمان طيب بالنسبه عندي هون بالسؤال بالانت من عرف لي كونستانت انت سايد تساوي 5 استدعى الاريه وداله عفوا عرف لي اي الاريه سايز فيها 5 ارقام 2 4 6 8 10 تمام بعدها حكى لي برنت استدعى فانكشن وداله الاي وداله الاريه سايز طيب الفانكشن بيستقبلها باسمه إيه؟ بنحكي لي سايز ايكوال 0 سايز ودانا كم 5 بنحكي هون السايز قيمته 5 الاستدعاء الاول بالكول الاول تمام أه؟ السايز تساوي 0 بحكي له فالس بينزل على ال ا سياوت اي سب سايز ناقص 1 اي سب سايز ناقص 1 هاي عناصر ال 2 4 6 8 10 هاي عندي 0 1 2 3 4 بحكي لي اطبع لي سياوت اي سب سايز ناقص 1 اي سب بال 4 يعني 5 ناقص 1 4 اطبع لي اي سب بال 4 ايش بيطبع اي بيطبع ال 10 احنا بنروح نطبع ايش بالبدايه منطبع العشر خلوا الاوتبوت هون تمام لانه السؤال شوي طويل نطبع العشر آه بعدين ايش بحكي لي بتستدعي لي الفانكشن بدي له السايز ناقص واحد يعني بنعمل الكول الثاني اللي هو ريكيرجن انه بكون عندي السايز كم قيمته؟ قيمته اربعه برجع بحكي لي السايز تساوي زيرو؟ لا بننزل آه على الاس اي سب السايز ناقص واحد اي صب الثلاث اللي هو اربعه ناقص واحد ثلاث إيه صب الثلاث كم؟ ثمانيه نطبع الثمانيه طبعا كل واحده على سطر جديد هي لانه في اندال بطبع الثمانية تمام طيب ظل في عندي بينزل على البرنت استدعي الفانكشن مرة ثانية هاي بنودي الفانكشن كمان الكوال الثالث بكون عندي قيمة السايز ثلاث السايز تساوي زيرو لا الصي... بنزل على ايلس اي سب 3 1 اي سب 2 اللي هو كان بيطبع الست بيطبع الستة بيرجع بيستدعي الفانكشن مرة ثانية بودي له الا والسايز ناقص 1 هاي الساعة الرابع بنودي له قيمة السايز كم؟ 2 Uh, سايز يساوي صفر فولس ننزل على الإلس إيه سب بالسايز ناقص واحد إيه سب بالاثنين ناقص واحد إيه سب بالواحد هي كم أربعة طال أربعة طيب نرجع نستدعى ال functions كمان مرة منوديلو السايز ناقص واحد اللي هو منوديلو واحد هاي سال خامس يكون عندي قيمة السايز واحد size 0 فولس ننزل على اي sub size ناقص 1 1 ناقص 1 صفر اي sub بالصفر كم؟ 2 نطبع 2 نرجع نستدعي ال كمان مرة الاستدعاء السادس قيمة ال size كم عندي 0 بيحكي لي size 0 بحكي له true size 0 برجع لي ايش ال size برجع لي اياه للسعر قبله يعني هون كان عندي صفر برجعها اللي قبلها تمام اللي قبلها آه, تكون مخزن بالبرنت صفر للي قبلها 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 الصفر هون بيرجعها طبعا الفانكشن من نوع ريتيرن فاليو انتجر بيرجع صفر للمين نروح نشوف الفانكشن بالمين الفانكشن مش موجود داخل سي اوت فالصفر بترجع هون قيمته صفر بس هو مش موجود داخل سي اوت فما راح نستفيد من الصفر نرجعها فما راح تظهر لي بالاوتبوت فالفاينل اوتبوت بتكون 10 8 6 4 2 كل واحده على سطر لحالها اوكي شوي هو السؤال طويل بس كانت بهذا النموذج جدا طويله هذا النموذج اطول نموذج نخلص منه باقي النماذج بتنحل سريع ان شاء الله طيب آه... نشوف السؤال اللي بعده سؤال في سبعة 27 يعني بس احذف الاوتبوت اللي كان عندي هون انه هذا السؤال برضه بيحتاج ريكيرجن تاخذ بريك تمام ما في مشكلة ناخذ بريك إذا ظل سؤال سبعة وعشرين إكمال كود إكمال كود بيحتاج وقت و... وسؤال سبعة وعشرين بيحتاج وقت فلكم ناخذ بريك خمس دقايق أو عشر دقايق خذوا للخمسة وأربعين عشر دقايق نخلص وبعديها نرجع تمام لأنه النموذج هذا شوي متعب فخلونا بريك عشر دقايق ونرجع للخمسة وأربعين طيب خلونا نكمل موجودين <applause> يا تمام آه، نكمل بسؤال في الاخر... اخر اخر فرع اوت بوت 27 سؤال برضه هنا ريكيرجن شوي طويل وزينخ بس آه... بنشوف كيف حلو اعرف لي بي فيها القيم التالية 10 11 12 13 يعني السايز تبعها أه 4 فور لوب طبعا فور لوب تابع لها استعال فانكشن تابع لها ايش سي اوت اند فأول شيء بنستدعي الفانكشن بنودي له البي والاي هاي قيمة الاي زيرو ودينا له البي كاملة البي استقبلها باسم اي والاي استقبلها باسم اكس قيمة اكس عندي كم زيرو بحكي لي هل الاكس أقل أو يساوي زيرو بحكي له ترو بيحكي لي سي اوت لاي سب الاكس خلونا نكتب الاوتبوت بس تحت فاي سب الاكس 10 أه وين نكتبهم 10, 10 11 12 13 والاندكس إلهم 0 1 2 3 تمام فاول استدعاء فانكشن خلص بعديها ريتيرن زيرو رجع زيرو الفانكشن طبعا مرنا ريتيرن فاليو مستدعينه بدون شيء فخلص طبعنا 10 ووقفنا ننزل سطر جديد هالسطر السطر على السطر اللي بعده اي قيمه الاي كم؟ واحد واحد اقل من اربعه ترو. بنرجع نستدعي الفانكشن وبنودي له قيمه الاي واحد فالاكس هون بس الثاني قيمه الاكس عندي كم؟ واحد واحد اقل او يساوي زيرو فورس ننزل على الـ s, الـ s ايش بيحكي لي؟ استدعي الفانكشن ودي له اكس ناقص واحد يعني هذا الكول الاول بيكون الكول الثاني بيكون عندي قيمه الاكس كم؟ اكس ناقص واحد صفر بس انتوا افهموا هسه كيف بركرجي كيف راح نشتغل انا هون عندي استدعاء الفانكشن هذا الفانكشن بيستنى مني قيمه حتى اكمل بالاوتبوت اللي موجود عندي هون قيمه الاكس عندي هون كم قيمتها ااا قيمتها زيرو تمام فاستدعينا الفانكشن عفوا هون قيمه الاكس عندي هون اللي بعده ودينا واحد تمام اه تمام قيمه الاكس عندي باول استدعاء اللي هو عندي اول كول اللي هو لما بحاله الالس كانت قيمة x عندي كم هون؟ واحد اللي هو أول إشي لأنه نحن نزلنا على حالة الإلس فاستدعينا الفنكشن فأنا هسا استدعيت الفنكشن وديت له x 0. 0 أقل أو يساوي 0 بحكي له تمام بحكي لي أي sub 0؟ أي sub 0؟ بيطبع كم؟ 10. ريتيرن 0 بيرجع 0 للاستدعاء اللي قبله بيرجع الاستدعاء اللي قبله هون بيرجع صفر يعني يعني بيرجع هاي القيمة بيرجعها من هون على الفنكشن اللي استدعيته أنا هون. هاي القيمة رجع صفر طبعا من نوع انتجر ما استفدنا من الصفر قيمة الاكس كم كانت عندي بهذا الكول بهذه الحالة لما رجعنا كانت القيمة عندي واحد فبيحكي لي سي اوت اي سب الواحد اي سب الاكس يعني اي سب الواحد اي سب الواحد اللي هي كم 11 ضحهم جنب بعض ريتيرن زيرو الريتيرن زيرو برجعها للمين المين ما بيستفيد منها شيء بينزل سطر جديد ننزل سطر جديد تمام طيب اي بلس بلس قيمه اي 2 اثنين اقل من 4 ترو نرجع نستدعي الفانكشن مره ثانيه خلونا نحذف كل شيء عشان نفهم نرجع نستدعي الفانكشن كمان مره بنودي له الاي قيمتها كم؟ اثنين يعني قيمه الاكس كم عندي؟ اكس اثنين هاي بالاستدعاء الاول اثنين اقل من اثنين اقل من او يساوي الصفر فولس بننزل على حاله الالس بحاله else الـ اول مره قيمه الاكس عندي كم؟ اثنين نستدعي الفانكشن مره ثانيه وبنودي القيمه كم؟ اكس تساوي واحد اول كول عندي هنا عندي اثنين اكس يساوي واحد هل واحد اقل او يساوي صفر فولس بنزل على الإلس، على الثالث بنودي له كم الاكس قيمتها كم صفر نرجع نستدعي صفر اقل من يساوي صفر ترو بحكي لي اي صب بالاكس بطبع اي صب بالاكس اي صب بالزيرو 10 ريتيرن زيرو برجع زيرو للفانكشن اللي قبله الفانكشن اللي قبله كان الاستدعاء هنا بحاله الالس كانت عندي قيمه الاكس كم واحد بحكي لي خلصنا هون رجعت لي انت صفر بحكي لي اطبع لي سي اوت اي سب الاكس اي سب الواحد اطبع كم؟ اطبع 11 ريتيرن زيرو زيرو وين برجعها؟ ما برجعها للمين في عندي كمان كول برجعها للكول اللي قبلها الكول اللي قبلها وين كانت برضه؟ الكول اللي قبلها كانت برضه بالايش؟ حاله الالس حاله الالس كانت عندي الكول اللي قبلها قيمه إكس كم عندي؟ اثنين خلصنا هون القيمه هون عندي كم؟ صفر سي اوت اي سب الاكس اي سب الاكس اللي هي اي سب الاثنين قلت لك عندي اثنين اي صب الاثنين اللي هي كم 12 ضع 12 ريتيرن زيرو زيرو هاي وين برجعها برجعها للمين موجوده داخل سي ا من دون سي اوت ما بنستفيد من الصفر سي اوت اند ننزل سطر جديد ننزل كمان سطر اي بلس بلس رقم اي 3 ثلاث ثلاثة اقل من 4 ترو نرجع نستدعي الفانكشن كمان مره نرجع نستدعي كمان الفانكشن كمان مره وقيمه اكس من ودي له المره هاي كم 3 هاي اكس قيمتها 3 هاي اول استدعاء 3 اقل او يساوي 0 فولس ننزل على حاله الالس طبعا دائما بالريكيرجن احنا لما نرجع القيمه اللي بعدها انتم شوفوا احنا وين استدعينا الفنكشن استدعيناها هون معناته هاي بعد ما اخلص الريكيرجن هاي راح ارجع اكملهم هاي القيم ما ننساهم تمام فاول مره بيستدعي هل الصفر هل 3 اقل او يساوي 0 فولس ننزل على الالس بيستدعي الفنكشن ودي له اثنين ايش بدي له الاكس قيمتها 2 اثنين اقل او يساوي صفر فورس نرجع ننزل على الالس بودي له قيمة الاكس كم واحد واحد اقل او يساوي صفر فورس ننزل على الالس كول الرابع قيمة الاكس عندي كم صفر صفر اقل او يساوي صفر بحكي له ترو الترو هاي بحكي لي سي اوت اي الاكس الاكس قيمتها كم عندي صفر اي سب بالصفر بيطبع كم بيطبع 10 هاي اي سب بالصفر عشرة طيب خلصنا الاستدعاء هذا برجع لي ريتين زيرو برجع للاستدعاء قبله لما كانت الاكس واحد الاكس كانت واحد وين كانت كانت عندي بالالس خلص هاي رجع قيمتها صفر بحكي لي ايه سب بالاكس ايه سب بالايش ايه سب بالواحد قيمه الاكس عندي هون واحد ايه سب بالواحد اللي هي 11 بيطلع 11 بعدين بحكي لي ريتين زيرو ريتين زيرو وين برجعها برجعها للفانكشن اللي قبله الفانكشن اللي قبله وين كان برضه كان بحاله الالس فبرجع بحكي لي انه هاي الناتج تبعها صفر ايه سب سي اوت ايه سب بالاكس ايه سب بالاكس بهي الفتره وين كان كم كانت قيمتها كانت قيمتها 2 ايه سب بالاثنين كم بطبع 12 برجع بحكي لي ريتيرن زيرو ريتيرن زيرو برجعها للقيمه اللي قبلها للكول الاول الكول الاول وين كانت قيمته؟ كان كان برضه بالالس يعني كان هون هون كان كانت رجع رجع لي صفر برجع بحكي لي سي اوت اي صب بالاكس اي سب بالثلاث اللي هي كم؟ اللي هي 13 بطبع 13 ريتيرن زيرو بضل في عندي استدعاء لا برجع للمين برجع ريتيرن زيرو للمين برجعها هون آه هي موجو مش موجود داخل سي اوت ما بيستفيد من الصفر بنزل سطر جديد بنزل سطر جديد بحكي لي سي ايش بعديها اي بلس بلس الكمبلاي اربعة اربعة اقل من اربعة فولس خلصنا كان عندي ايش ال اللي هو ترينجل شيب هاي اطبع بشكل مثلث طبع لي شكل مثلث كان ريكيرجن شوي طويل وشوي متعب بس فكرته كانت هاي انه لما نرجع من الالس هاي بالريكيرجن بشكل عام هاي مهمة انه لما نخلص الريكيرجن بال اللف بالريكيرجن ارجع هاي القيم اطبقها واكون حافظ كم قيم الاكس كانت عندي تمام؟ طيب ننتقل لسؤال اكمال الكود حلو بشكل سريع عشان ننتقل على السنوات اللي قبلها آه، سؤال اكمال الكود في عندي هاي طبعا هو على الكلاس والستركتشر آه، سهل ان شاء الله عرفنا بالبدايه كلاس اسمها كار سنتر private data member private data member يعني ما بقدر أوصل لهم خارج الكلاس بقدر فقط أتعامل فيهم داخل الكلاس خارج الكلاس لما أعرف object ما بقدر أوصل لهم فعرف لي car mode array string the double service cost اللي هي the cost of each of the four service in, uh, done to the car uh, اللي هي الarray of uh, double double discount discount uh, offered on the car, total uh, total cost في عندي double total cost the total cost of the for car uh, for service done of the car يعني هذا مجموع الاري بكون هذا التوتال كوست مجموع قيمه الاري كامله والديسكاونت بكون ديسكاونت على كل ايش؟ على التوتال كوست الببليك هاي الببليك بقدر اوصل لهم اعرف لي كار سنتر ايش هذا الكار سنتر بيمثل لي؟ حكينا لكم لما يكون في عندي فانكشن اسمه نفس اسم الكلاس وما بيرجع قيمه ولا بيستقبل قيم هذا ايش بنسميه؟ constructor هذا ال الديفولت constructor تمام؟ طيب في عندي void set car info في عندي void calculate total cost void view ايش car info هاي الببليك انا بقدر استخدم كل فانكشن هاي بقدر استخدم تمام طيب هسه اول شيء عملية لي عرف لي انتجر نم نم اوف ايش اوف كارز نم اوف كارز تمام انتر نمبر اوف كارز دخليها على طريق سي ان شو بيحكي لي dynamically allocate an array of كارز بدي اعمل array of كارز يعني نوعها no ايش كار سنتر الري اوف كار هي كار سنتر نوعها يعني مش يعني بحكي لي ممكن دايناميك لوكيت ان الري اوف انتجر هم بحكي لي الري ايش اوف كار اوف كارز يعني ايش كار سنتر نوعها نوع الداتا تايب لانه احنا الكلاس او الاستراكشر بيعمل لي داتا تايب جديد فاسم ال اسم الداتا عندي اول شيء كار سنتر تمام لوكيت وبعديها ايش احنا بنعرف اوف سايز نم اوف كار name اوف ذا array is بي معطيني نا ايش اسم الاريه ومعطيني انه السايز تبعها نم اوف كارز ونوعها ايش كارز خلص انا استوفيت حقي فبحكي له كار سنتر بنحكي ستار اسم الاريه ايش بي اول شيء بنحط نوع داتا تايب ستار اسم الاريه بعدها بنحكي يساوي كلمه new هي ثابته كلمه new بعدها بنحط نوع داتا تايب بنكرره كار سنتر بعدها بنفتح ايش؟ بنفتح براكت هاي يعني بنفتح براكت داخل البراكت بنحط السايز ايش السايز؟ حاكي لي السايز نم اوف كارز اللي هو ايش؟ المتغير اللي عرف لي اياه هون فبينهم من ايش بنكتب؟ نم ايش اسمه؟ نم اوف كارز نم اوف كارز بنسكر البراكت وبنحط بالنهايه سيمي هيك عملنا دايناميك اللوكيت لاري اسمها بي والسايز تبعها نم أو... اوف كارز من نوع car تمام؟ طيب هاي الفراغ الاول تم، ما فيه شيء صعب، جزئيه ثابته تمام؟ طيب ننتقل للسؤال للفراغ اللي بعده بحكي لي call function set car info، هاي الفانكشن اسمه set car info من نوع void for entry i of the array b، لي انه على كل قيم ال array b انا عملتها دايناميكال لوكيت، وإحنا كيف بدنا نستدي؟ حكيت لكم لما يكون في عندي على array ايش بنحكي؟ بنحكي اول شيء b sub i حتى اوصل لكل عنصر فيها بدي استدعي الفانكشن عليها بس ايش بنحكي بي سب الاي دوت ايش الفانكشن بدي اوصل له اسمه آه, ست كار انفو ست كار انفو آه, انفو صح آه. افتح براكت خلصنا هيك خلص الفراغ الاول هذا هيك عبينا الفراغ انتهينا من الفراغ تمام طيب الفراغ uh, اللي بعده ايش بيحكي لي؟ Call function calculate total cost for entry i on arabia حكيت لكم arabia معناتها ايش بنحكي؟ اعطيني اللون بنحكي b sub i هيك لكل عنصر دوت ايش اسم الفانكشن؟ اسم الفانكشن كالكوليت uh, calculate total cost طبعا كل الفانكشنات بس نرجع لكم بشكل سريع كل الفانكشنات كان نوعهم void فما في داعي نحطهم داخل سي فدوت ايش اه كالكوليت توتال كوست توقع هيك اسم الفانكشن افتح اقواس اكر عشان الفانكشن خلصنا البعدي بعديتها بحكي لي كول فانكشن فيو كار انفو فور انتري اي اوف اري برضو نفس الحكي بي الاي عشان اوصل لكل عنصر من الاري دوت ايش اسم الفانكشن اسمه فيو كار انفو يعني الحل ترى جدا سهل بعدها ايش بيحكي لي دي الوكيت ذا ريبي دي الوكيت ذا ايش حكينا لكم نكتب بالبدايه ديليت عشان هاري اول شيء بنفتح اقواس سكوير براكت عفوا بعدها اسم الاري كان اسم الاريبي بعدها بي سيمي كولن خلصنا هيك تمام طيب بحكي لي header هيدر ال-Constructor تبعي اللي حكينا فانكشن ما بيرجع قيمه ولا بيستقبل قيمه وحكينا هسا انا وين هون انا, أنا هون خارج الكلاس هاي الكلاس انتهى عندي لما يكون في عندي بدي اعمل هيدر لفانكشن خارج الكلاس كيف طريقه الشغل حكينا حكينا بالبدايه بنحط الريتين داتا تايب بعدها اسم الكلاس بعدها الباينري سكوب اللي هم اربع نقاط بعدها اسم الفانكشن ومن بعدين نكمل هيدر ما في داعي ترجعه في له ريتين داتا تايب؟ لا لانه الكونستراكتر ما له ريتين داتا تايب. بنحط اسم الاري، ايش اسم الاري؟ كار Car... اسم الكلاس عفوا، كار سنتر. بعدها بنحط الاربع نقاط اللي هم الباينري سكوب. بعدها بنحط اسم الايش؟ اسم الفانكشن. كونستراكتر ايش اسمه؟ اسمه نفس اسم الايش؟ اسم الكلاس. يعني كار سنتر. بنفتح اقواس بنسكرها لانه ما بيستقبل شيء، خلصنا، هيك خلصنا. تمام <applause> طيب آه... ايش بحكي لي بعديتها set car info function header نوع no void كان بيرجع void فمحط بالبداية void بعديها اسم الكلاس ايش اسم الكلاس عندي car center بعديها الباينري سكوب يعني بالبداية بنحط retain داتا تايب اسم الكلاس الباينري سكوب اللي الأربع نقاط بعدها بنحط اسم الفانكشن ايش اسم الفانكشن عندي ست آه ست كار انفو نفتح الاقواس خلصنا هيك عملنا الهيدر HEADER آه... ننزل على السطر اللي بعده بحكي لي calculate توتال كوست فانكشن header برضه بيرجع فويد كان بنرجع فويد بعديها اسم الكلاس ايش اسم الكلاس عندي كار سنتر كار سنتر بعديها الباينري سكوب اربع نقاط بعديها اسم الفانكشن اسم الفانكشن عندي ايش calculate توتال كوست calculate توتال كوست افتح قوس سكر خلصنا ايش بحكي له هون بالسؤال كالكليت total cost for the fourth car service after discount هسه هون ايش الفكرة؟ انه هذا الفرع ممكن شوية لكن هو سهل تذكروا قبل بالبداية ايش حكينا بالبداية؟ حكينا في عندي سيرفر كوست هاي اري اوف اربعة وفي عندي متغير اسمه total كوست التوتال كوست حكيت لكم انه هو بخزن التوتال كوست للقيم الاري كاملة فايش بيحكي لي هون بالفراغ؟ بيحكي لي احسب لي التوتال كوست للاربع قيم للاري في عندي فور لوب بلف على كامل عناصر الاري ليش الفكره بتكون؟ بدي احسب بل... بدي اجمعهم زي سميشن بحكي اسم المتغير اللي هو اسمه توتال كوست توتال كوست بلس ايكوال اسم الاري كان عندي ايش السيرفيس uh, كوست اللي هي اصلا هيها فوق فبنحط بلس ايكوال سيرفيس كوست صب الاي سيمي خلصنا هاي بس كانت الفكره انكم بس لو تفهموا ايش بيخزن اصلا حاطط لكم جنبها هاي كومنتات نرجع عليها مهم جدا انه ايش بيخزن هو توتال كوست وايش هي بتمثل عندي الاري فبس كان حاط عليها كومنتات فهي بتوضح لكم طيب ضل عندي ضل عندي اخر فراغ بحكي له فيو كار انفو فانكشن هيدر نفس الحكي برجع فويد كان برجع فويد بعدها اسم الكلاس كار سنتر بعدها الباينري سكوب اللي هم الاربع نقاط واحدة اسم الفانكشن view كار انفو كار انفو افتح اقواس سكر خلصنا خلصنا هيك ملاقي الكود كامل ما فيه اي شيء كان للامانه كل صا... تنص... كل واضحات يا بكون اري وبستدعي عليها فانكشن يا كان هيدر تمام طيب هيك انتهينا من هذا النموذج بشكل كامل ننتقل على الفصل اللي قبله هون في سؤال كتاب الكود راح نعمل عليه سكيب راح نحل الأسئلة اللي قبلها أتوقع هذا النموذج أسرع طيب أه، نبلش بالسؤال طيب الفراغ الأول إيش بيحكي لي؟ أه، بيحكي لي عندي هاي الـ double x y z و uh, d write the c++ experience for to calculate expressions expression to calculate the value of y according to the equation حول لي هاي الاكويجن لسي بلس بلس كيف بنحولها y تساوي ايش المعادلة البسط 2 x زائد 4 z على d راح نحط اقواس نفتح اقواس بالبداية 2 ضرب ضرب 2 ضرب x بعديها زائد أربعة في زد أربعة في زد في زد سكر القوس كلها تقسيم دي تقسيم دي بالنهاية النهاية سيمي كول خلصنا هيك السؤال تمام طيب ايش السؤال بعده؟ عرف لي structure اسمه my struct فيه x و y

عن طريق البوينتر اذا كان بوينتر تمام بدي اوصل للقيمه في عندي طريقتين يا الار اوبريتور يا طريقه الايش الدوت اوبريتور طريقه الار اوبريتور ايش اسم الري الـ عندي اسم البوينتر بي تي ار بحكي سي اوت بي تي ار اوبريتور اللي هي اشاره ناقص مع اكبر الايش العنصر بدي اوصل له اكس اكس سيمي كولون هيك وصلنا له طبعا او بتقدروا تحكوا سي اوت عن طريق الدوت نحكي ستار بي تي ار بين قوسين طبعا بعدها بنحكي دوت اكس هيك بكون شو وصلنا وصلنا لا الاكس يا عن طريق الدوت يا عن طريق arrow operator. تمام طيب ايش أه... السؤال بعده بيحكي لي أه... انسيرت هاي عندي كاركتر اسمها ار اف كاركتر اللي هي سترنج اسمها سي ار انسير ذا اس تي ار ذات كونتينز بتحتوي سبيس تحتوي على سبيس فاينل اكزام فروم ذا كيبورد ايش الشيء ممكن يدخل لي سبيس ذا طبعا احنا بنعرف السترنج اذا بدي ادخلها عن طريق الكيبورد وحطيت سبيس السبيس عن طريق السي ان بعتبره نل فوقف تخزين فانا بيحكي لي انا هاي كلياتها بدي اياها طيب ايش معناته بلجا؟ ما بقدر عن طريق السي في عندي فانكشن جاهز اسمه سي ان دوت لاين. فبنحكي سي ان دوت جيت لاين تمام؟ نفتح اقواس. اول باراميتر اللي هو اسم الايش؟ اسم ال السترنج اللي هو الاس بعدها بنحكي فاصله. السايز، فاحنا بنحط السايز نفسه سايز الاري، فبنحكي 100. فاصله. هسه هون الفاصلة بدي شرط التوقف، طيب هسا هو راح يحتوي على فراغ، ايش ممكن يكون شرط التوقف؟ اذا حكينا حرف من هاي الاحرف ممكن يسبب لي ايش؟ يسبب لي انه نقص بالاوتبوت فيا بكون يا فراغ يا بكون ايش؟ يا بكون باك سلاش ان اللي هي الايش؟ الانتر يعني لما يدخل انتر ما هذا يحكي لي نل انت ك كيبورد ايش الكبس اللي على الكيبورد اللي فيها نل اللي بدخل نل ما في هو لازم يكون شيء يعني سبيس يكون باك سلاش ان يعني مسطره اللي هي انتر يعني او يكون حرف فانا ايش ده دخلي دخل لي حرف، دخل لي ايش؟ عن طريق ال الباك سلاش ان اللي هي الانتر، فبنحكي بين هون بين سنجل كوت او دبل كوت، نحكي شو؟ باك سلاش ان اللي هي بتمثل لي الانتر، يعني لما يدخل اليوزر انتر انا بعرف انه اطلع وقف تخزين، خلصنا، فتحنا خلصنا، تمام؟ هيك السي اوت لما يطبع رح يطبع لي ايش؟ فاينل اكزام اوكي؟ طيب. ننتقل على السؤال اللي بعده، تذكروا موضوع السايز اوف؟ اللي حليناه قبل شوي السايز اوف كنا نجمع كل عناصر السترينج مع النل لكن شو كانت الحاله؟ ما يكون في عندي سايز يكون هيك بدون سايز لكن اذا كان في عندي سايز اذا كان موجود عندي سايز للسترينج يعني هاي السترينج راح نحلها السؤال هذا راح نحله بطريقتين يعني. نحل الطريقه الاولى اللي احنا متعلمينها إذا ما يكون بدون سايز بدون سايز شو بروح بساوي؟ بجمع الاحرف بجمع لها نل لانه سايز اوف فبحكي واحد اثنين ثلاث اربع خمسه مع النل بكون الجواب سته هي لما يكون بدون ايش؟ بدون آه رقم لكن اذا احتوى على رقم اذا احتوى على رقم زي هيك يعني اعطاني سايز للسترينج ايش بحكي له؟ بحكي له سايز سايز اوف ايش؟ الاريه اللي اعطتني هي عباره عن 64 مضروبه سايز اوف ايش؟ ايش نوع الاري؟ كاركتر سايز اوف كاركتر كم؟ واحد 64 في واحد بيطلع لي الجواب كم؟ 64 فبكون الجواب عندي كم؟ 64 تمام؟ فركزوا اذا كان مع مع سايز ما بتعده على طول تضرب السايز بالنوع الاري اذا كان بدون سايز اذا كان بدون سايز بنعد الاحرف مع النهار. اوكي طيب هذا السؤال برضه بيعتمد على اسئله السترينج ال اللي هم السي سترينج لايبرري موجوده بيحكي لي عندي الاري اسمها فاينل والاريه الثاني اسمها اس اسمها exam فراغ اكزام بيحكي لي رايز ذا سي سترينج لايبرري فانكشن ذات ميك ذا كونتين اوف اس1 سو فاينل اكزام ايش الفانكشن اللي بدي استدعيه تمام حتى اخلي الاس واحد تحتوي على الاكزام الاس ار كوبي ما بتزبط معي الاس ار كات الاس ار أنت ما بتزبط الاس ار كومبير ما بتزبط الاس ار كات ايش الاس ار كات بتعمل بت, بتاخذ الاري هاي بتضيفها لنهايه الأرية الاولى فايش بنحكي بنحكي اس تي ار كات اس تي ار كات انا بدي انسخ الثانيه على الاولى فايش بحكي بفتح الثانيه معناته انا راح احط اس واحد فاصل اس 2 لانه ايش بتشتغل هي تنسخ السترنج الثاني على السترنج الاول فهي فعليا راح تضيف السترنج الثاني هاي على نهايه ايش السترنج الاول فبس بنحط اس تي ار كت اس واحد اس اثنين هيك بكون خلص عندي السؤال تمام طيب أه ننتقل للسؤال اللي بعده ايوه هذا هذا السؤال لا هذا السؤال هذا هذا هذ السؤال تذكر اذا خربطنا امبارح بموضوع السالب 32 والزائد 32 كان على هذا السؤال قصدي هسه راح نحله بالسؤال هذا ايش بيحكي لي طبعا حكيت لكم لما وات از ذا اوت اوف ذا وات از ذا هون ايش عندي الاوت بوت تمام بيحكي لي ايش الاوت بوت عندي هون لا هذا شيء ثاني بيحكي لي ايش الاوت موجود الموجود عندي هون عرف لي الري في هاي القيم واحد اثنين ثلاث اربعة خمس قيم الساعة الساحة خمسة فعندي صفر واحد اثنين ثلاث اربعة عرف لي بوينتر بأشر على ادرس الاي اس هو بأشر وين على السبعة فقيمة الستار بي تي ار قيمتها كم سبعة هو بتأشر البي تي ار بأشر على الواحد حكى لي ستار بين قسم بي تي ار زائد واحد البي تي ار على الواحد صار يأشر كم على الثلاث زيدوا واحد لانه ب... الصفر تبعه عندي السبعه زيدوا واحد بصير 10 على الثلاث ما بيعدل القيمه اصلا بدي بس اطبع القيمه فبكون عندي جواب كم ثلاث فقط تمام طيب السؤال هون ايش بيحكي لي بيحكي لي ماي اس تي ار فيها كلمه ويلكم بعديها فراغ convert ماي اس تي ار تو ابر كيس بدي اعمل convert للماي اس تي ار ليش للابر كيس اذا في عندكم ابر كيس ايش بيحكي لي فور انت اي ايكوال زيرو اي اقل من سترينج لينث للماي اس ار يعني حسب السترينج لينث هون بيحسب السترينج لينث لها فبيكون 1 2 3 4 5 6 7 بكون 8 واي اقل من 8 اي بلس بلس في عندنا الطريقه اللي هو حكيت لكم في فانكشن جاهز هو بيحكي لي كونفيرت حولها حولها يعني ايش؟ يعني لا ما بدي اطبعها بدي احولها يعني لازم اثر على السورس فبدي احكي ماي اس تي ار سب الاي تساوي حكينا لكم ايش الفانكشن اللي بحول لابر كيس في عندكم يا تو ابر يا تو لور تو لور بحولهم ل لور كيس اللي هم سمول لتر الابر كي التو ابر بحول لي أبر كيس اللي هو ايش كابيتال لتر فبنحكي ماي اس تي ار لانه ما بدي اثر على السورس انا بحكي تو ابر تو ابر لا بي... بين قوسين ماي اس تي ار سب الاي من يعني هون بحكي لي حول لي القيمه لكابيتال لتر بعد ما تحولها ايش اسندها للماي اس فهون حرف الدبليو حول يا لكابيتال واسند له W وسند للدبليو بصير كابيتال حرف الاي -E حول يا لكابيتال بعدينك اسنده فبتغير من اسمه لاي كابيتال وهكذا في الطريقه الثانيه اذا تمشي عن طريق ال آه عن طريق اللي هو الاسكي كود بس انا لكم اعتمدوا هاي بس هاي اللي خربطتنا امبارح عشان هيك انا تذكرتها، ايش تقدر تحكوا؟ هسا آه القيم اغلبهم سمول لتر صح؟ نقدر نحكي انه ماي اس تي ار ماي اس تي ار سب بالاي زائد واحد لانه اول حرف كان كابيتال اي زائد واحد تساوي uh, لا مش تساوي ماينس ايكوال 32 لانه حكينا كل فرق بيناتهم 32 هاي طبعا اختيارية ما, ما بحبذها كثير انا بحبذ هاي هاي الافضل ليش؟ لانه هو ممكن يكون في فراغ شيء ياثر عليها، فانتم اشتغلوا على المضمون اللي هي الحمر بس هي ذكرتنا لانه كان خربطنا امبارح فيها بالزوم، تمام؟ طيب. طيب. السؤال اللي بعده هذا جدا سريع. حكى لي كاركتر ستار ماي اس تي ار تساوي نيو كاركتر سبلي، ايش يعني عملنا هون؟ عملنا دايناميك اللوكيشن لاري اسمها ماي اس تي ار من نوع كاركتر والسايز تبعها 100. سي ان للماي اس تي ار دخل لها قيم طبعها بعدين بيحكي لي ديليت ماي اس تي ار اري بدي احذفها يعني دي الوكيت بدي اعمل بس بنحكي ديليت نفتح براكت سكر براكت ماي اس تي ار سيمي بنهاية خلصنا بس دي الوكيت بده تمام طيب في عندي هنا سؤال تسعة عندي اري فيها القيم واحد اثنين ثلاث اربعة خمس قيم سايس تبعها خمسة استدعى لي الفانكشن اي ار ار الفانكشن ايش بلاقي عنده؟ كونست انت ستار اي يعني ما بقدر اعدل القيمه باستخدام البوينتر يعني ما بقدر اعدل القيمه باستخدام البوينتر اول ما دخلنا الفانكشن حكى لي اي سب 82 هون ايش عملت انا هون؟ عملت تعديل قيمه طب انا بحكي لك الشيء اصلا كونست ما بتقدر تعدل فايش بيساوي لي هذا؟ على طول بحكي ايرور يعني انا صار عندي تعديل قيمه وانا حاكي لك القيمه كونست فايش بسبب لي؟ بسبب لي ايرور طيب السؤال آه، سؤالي بعده في عندي الاري اسمها ايه بحكي لي باس ذا second element second element اللي هو الاثنين ايش هون عندي صفر واحد اثنين ثلاث اربعة بس عشان ما نتخربط الاندكس تبعه كم واحد باس ذا second element اوف ذا اري اي تو ذا فانكشن اف فانكشن اف بيستقبل عندي ايش قيمة ايش بيستقبلها آه متغير عادي انتجر عادي فانا بدي ابعث له الاليمنت الثاني عن طريق الاري فهي داخل سي اوت فبحكي اف الاليمنت الثاني ايش اسمه اي سب الواحد إيه سب الواحد سكر وبالنهاية عندك ايش؟ عندك سيمي خلص خلصنا بس الـ بس طيب بالسؤال هذا print the string final exam to the screen هسه أنا ما حطيت له إجابة بالسنوات لكن إذا بدنا نطبع نفس هاي القيمة ممكن نحكي كالتالي نفتح press كيف عشان أطبع الباك backslash لازم يكون عندي لأن هاي من الكي keywords فلازم يكون اطبعها ايش دبل باك سلاش بنحط دبل باك سلاش حتى اطبعها بعديها بنحط كلمه فاينل بعدها بناخذ فراغ بنكتب كلمه اكزام بعدها في عندي باك سلاش ثاني عملها فهي عشان اطبعها لانها كي ووردز لازم احط دبل باك سلاش بالنهايه بن... بن... بسكر دبل كوت سيمي بكون هيك خلصنا تمام ما في شيء اتوقع سهلة هو ان شاء الله طيب أه... ننتقل على السؤال اللي بعده، مال الكود الموجود عندي هون. آه، نشوف، نعتمد على الكومنت على طول، بيحكي لي تشيك اف وي دونت ريتش ذا اند اوف ذا استر واحد. بيحكي لي افحص اذا احنا ما وصلنا لنهاية الاستر واحد، استر واحد داز نوت بوينت تو ذا null استر واحد هي عبارة عن بوينتر، فبيحكي لي افحص إذا هي ما بتوصل للايش؟ آه، ما بتوصل للنهاية. فأنا معرف لي أصلاً انتجر سي وبيمشي عندي سي. فايش بنحكي؟ آه. راح اوضح لكم اياها بس خلينا نكتب الجواب str تي واحد سب الاي لا تساوي نل شو اللي صار عندي هون؟ ايش بحكي لي السؤال؟ uh, Please fill in the blank to, with the correct statement to complete the following program that is uh, couples the first characters from the string str1 to the string str2. كوبيز هاي اتوقع كوبيز هاي ايش هيك طيب اف ذا فاليو اوف ذا فاليو اوف ان باراميتر اللي هو هاي القيمه از جريتر ذان ذا نمبر اوف كاركتر اوف اسر واحد ذا فانكشن ايش جاست كوبيز ذا ايش ذا كونتينز اوف اسر واحد واسر اثنين بدي قارن بحكي لي اذا كانت الاسر واحد اكبر من المحتويات فقط بتقارن المحتويات كلها اما اذا باقي اشياء uh, من ننسخ اول حرفين كانوا كان كاتب اول تو انيم bueno كانوا زي هيك ما علينا الفانكشن ايش بيستقبل لي بيستقبل لي بيحكي لي كاركتر ستار استر واحد كاركتر ستار استر واحد يعني بيستقبل لي الاشي اس از بوينتر كاركتر ستار ثاني عندي بوينتر الثاني وانتجر ان اه وين الفويد مين فويد مين واضح عندي void مين هاي الفويد مين تمام فاول شيء عرف لي انتجر سي هذا متغير عرف لي مو انتجر سي بعدها بحكي لي افحص لي اذا الست ار 1 بيوصل لنل ولا لا الفكره انه انا البوينتر احنا البوينتر يا بنحكي اس تي ار 1 سب السي لنها هيك يعني ايش أنتم البوينتر متعودين عليه احكوا زي هيك اللي هو ستار باقوسن اس تي ار 1 زائد سي لا تساوي نل هاي صحيحه او اس ار 1 سب السي صحيحه لانه كونستانت بوينتر هون عفوا البوينتر هو نفسه زي الار بقدر اتعامل مع البوينتر زي ار يعني الاس تي ار أنا بوضحك إياها بس ال str بين قوسين str 0 هي نفسها ال str1 هي نفسها ال str1 الزيرو هي لو كانت pointer هي نفسها نفس ال array تمام فهي لو استخدمناها أو هاي صحيحة هاذ الثنتين ما يروح بالكم إنه هاي غلطة وهي ايرور فلو نيجي إحنا نفحص بحكي لي افحص إنها ما توصل لل null فبحكي له star بين قوسين str1 زايد c لا تساوي null تمام عند عنده هو اصلا بيحكي لي انه السيم ما توصلش للان هو لحاله تمام؟ طيب الفراغ الثاني ايش بيحكي لي بالفراغ الثاني؟ حتى نشوف احنا عبينا بالفراغ الثاني، كيف بالفراغ الثاني؟ move str to pointer ها to the next position يعني حرك لي البوينتر الثاني للعنصر اللي قدام، يعني لو نفرض هاي هيك حلو كان ال str2 بياشر حرف الاتش بيحكي لي خليه ياشر حرف الاي يعني بدي احرك البوينتر بدي احرك الادرس افتر كوبينج ايش كان كاركتر اصلا هو عامل كوبي طيب هاي ال str ار 2 ستار أستي ار 2 تعامل لي مع آه هاي شوفوا تعامل لي مع البوينتر از ايش از اري في يعني عادي حكيت لكم هاي مش ايرور فتعامل معها از اري حتى هاي الفكره ممكن تشوفوها جديده تمام طيب فبحكي لي هسه انه انا احرك البوينتر للجزء الثاني طيب البوينتر uh, في عندي اشي حركه يعني البوينتر انا بالعاده ايش كنت احركه مثلا اغير تاشير كذا ايش نقدر كيف نقدر نحرك البوينتر نقدر نحكي اس ار 2 بلس بلس هيك بكون ايش حركت البوينتر للبوزيشن اللي بعده هيك تحرك البوينتر تمام هيك انا حركت البوينتر طيب آه بعدها ايش بحكي لي اد ذا نل كاركتر تو ذا اند اوف اس 2 بعد ما خلص بحكي لي ضيف النال كاركتر فايش بنحكي ستار بدي اضيف بالنهايه نل هاي ايش احنا حكينا ستار اس 2 اعطانا قيمه انا بدي اضيف نل ونحكي ستار اس 2 تساوي نل يا تساوي باك سلاش زيرو بين سنجل كوت يعني اللي بتحبوا تكتبوا استنى في نفس المعنى هو بس بيحكي لي انه ضيف نول للنهايه ستار اس تي ار لانه اصلا بكون طلع من الفور لوب فبيحكي لي ستار اس تي ار تساوي بس ضيفها لاخر شيء تمام ما فيها شيء ايش بيحكي لي؟ call the function my copy for str1 and str2 to copy the word final بدي اخذ جمله كلمه final uh, أه فروم اس1 توسس2 بدي انسخ كلمه فاينل uh, من اس1 اس2 طبعا اصلا الفانكشن شو بيساوي بينسخ لي المحتويات بينسخ لي محتويات الاول ايش على الثاني مش مش انتم ملاحظين انه هون احنا بال uh, بالسؤال ايش كنا ننسخ القيم كنا نحكي اس2 تساوي اس1 يعني كنت انسخ القيم تمام كنت انسخ القيم من من اس1 اخزنها بايش اس2 فالباراميتر الثاني بيكون اللي بده ينطبق عليه ايش الزياده ايش اسم الفانكشن ماي كوبي هو اسمه فويد فبستدعي الفانكشن مايكوبي كوبي بفتح ايش الاس الاس واحد اس واحد اللي هو بالبدايه اللي بدي اخذ منها فاصلة اس اثنين اللي هي بدي اخزن فيها فاصلة بحكي لي الفاينل بس كلمه فاينل فكلمه فاينل انا بدي انسخ كل احرفها واحد اثنتين ثلاثة أربعة خمسة بدي خمسة أحرف أنسخ تمام؟ بدي أنا أنسخ خمس أحرف منها ونحط فاصلة خمسة منسكر نحط سيمي انا لو بقول لكم بقول لكم خلوها ستة مش خمسة ليش السبب حتى ياخذ كمان الفراغ بس وايش دقيقة السي سي اقل من زيرو بحكي هنا كانه راح توصل راح توصل لمرحلة انه سي سي يكون اقل من زيرو اتوقع لانه محتمل ما ينسخ اخر حرف فانا حطيتها ستة احتياطا حطيتها ست احتياطا حتى ينسخ الفراغ تمام فهي كانت اذا خمسه او سته صحيحات يعني تعطي نفس الجواب وكل شيء صحيح طيب اخر شيء اخر سؤال بحكي لي برنت اس 2 تو ذا سكرين هاي عندي هي عباره عن شو عباره عن سترينج فايش بحكيها بس اس 2 سي اوت اس 2 طبعا على السيمي بكون انتهى تمام طيب السؤال اللي بعده كتابه كود لكم ما راح نحله هيك خلص النموذج ننتقل النموذج اللي بعده آخر نموذج خلونا نخلصه بس تتحملونا ما في شيء آه في عندي هون كمال كود وينه سؤال السؤال هذا كتابة كود ولا إكمال كود هذا السؤال ما راح نحله صح ولا بنحله لا هذا ما نحله آه هذا إكمال وهذا إكمال آه هذا ما راح نحله هذا السؤال ما راح نحله هو عبارة عن كتابة كود راح نطلع بس هون أسئلة الأوتبوت الموجود عندي ونعمل الإكمال كود، حيكون شوي حلنا سريع حتى نحاول ننجز. بحكي لي طلع لي الأوتبوت الموجود عندي هون بالأسئلة. إييه، كول ذا فانكشن بالبداية، إف، تستدعي فانكشن إف، هو اسمه نوع نوع واي معناته إف، تمام، and pass the variable y as parameter. الفانكشن شو بيستقبل؟ بيستقبل بوينتر. بيستقبل بوينتر، يعني أنا بحتاج لشو؟ بحتاج لأدرس، ركزوا فيها، لما يستقبل بوينتر معناته شو بيحتاج؟ بيحتاج لأدرس. والواي عرفت كيف متغير عادي معناته بس بحكي اف وايش بس بدي ادرس الواي مسكر خلصنا تمام الفرع الثاني call the function fcn function ان الفانكشن اسمه void اف تمام شو بعديها and pass the variable x as parameter هاي ال variable x وبستقبلها call by reference عادي بس بدي x باسمه زي ما هو call by reference ما راح يأثر شيء على الحل فبس بحكي اف سي طيب الفانكشن بعدها برضو برجع بحكي لي call the function fcn نوع الفانكشن fcn هاي fcn تمام for the a array هو بالبداية بستقبل a بستقبل array فبودي له ال a تمام فاصلة uh, to increment all to increment أزيد all a elements بدي أودي كل إيش كل أزيد كل العناصر، طيب يعني الفور لوب عندي أو الفونكشن ايش بيعمل لي؟ بيمشي من اي زيرو لأقل من لينث اي بلس بلس، بزيد كل العناصر، فأنا بدي أزيد كل العناصر، الأريه معطيني سايز لا، معناته رح أجمع عدد العناصر، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، عدد العناصر خمسة، عشان أنا أعمل انكريمنت لهم كاملات، لازم أودي له سايز خمسة، فإفسيان، يعني. بودي له الأي والخمسة، كولون تمام؟ لو حكى لي إنكريمت أول ايليمنت أو تو ايليمنت بودي له واحد أو اثنين، حسب عددهم طيب الفانكشن اللي بعده بيحكي لي the هيدر of ذا ماي اف فانكشن اول شيء هاي الماي اف حتى نعرف شو نوع الريتيرن داتا تايب تبعه مستدعي بدون شيء معناته نوعها ايش void ايش اسم الفانكشن ماي اف سي طيب الفانكشن ايش بيستقبل بيستقبل نمز وديت له نمز بالبدايه اللي هي array of integer معناته integer بدي اعرف اسم الاري من داخل الفانكشن بروح بدور على اسمها اسمها ايش اسمها ايه عفوا طيب نستكمل بس معلش على اللي صار نكمل اتوقع طلعت الشاشه طيب أه. اللي صار احنا حكينا بالبدايه انه هو بيستقبل ايش؟ بيستقبل اري حكينا انه راح يستقبل اري من نوع ايش؟ من نوع انتجر تمام؟ راح يستقبل لي اري من نوع انتجر لكن ايش لقيت اسمها؟ لقيت اسمها ستار واي فانا فعليا هو بيستقبل لي اري لكن از ا بوينتر بيستقبل لي از ا بوينتر معناته ايش بيستقبلها؟ ايش؟ باسم ستار اي فبنحكي انتجر ستار اي لانه استقبلها ايش؟ از ا بوينتر خلصنا هيك فاصله استقبل اربعه الاربعه ايش وديت له كقيمه ايش استقبلها باسم ايش يدور الباراميتر ثاني ايش كان عندي اسمه باراميتر الثاني كان اسمه عندي سايز هاي سايز ايش الفاريبل سايز مش معرف داخل الاريه فراح يكون عندي سايز لانه هذا مش معرف داخل الاريه معناته راح يكون ايش هو الفاريبل اللي ناقص عندي من الباراميتر فعرفنا انها بوينتر ليش عن طريق ما في عندي ستار أي معرفه قبل وانا وديت له اصلا ايش وديت له اريه فراح تكون هي ايش الاريه بوينتر عليها تمام طيب آه، سؤالي بعده بيحكي لي print the third element of the array using pointer name استخدام الpointer name ال my ptr اطبع لي ليش اطبع لي ال array طيب حكينا لكم احنا اه اوكي لا آه، شيء طبعا حكينا لكم انه داخل سي طبعا بنحكي سي حكينا لكم احنا بنقدر نستخدم as a pointer حكينا لكم البوينتر بتقدر تستخدموه as ايش؟ از array يعني بنقدر نحكي شو؟ بنقدر نحكي my بي ار بده ايش ثيرد اليمنت الثيرد اليمنت يعني الاندكس تبعه كم اثنين نقدر نحكي ماي بي تي ار سب الاثنين او نقدر نحكي سي اوت اللي انتم عارفينها اقل اقل اللي هي بين قوسين ستار بين قوسين ماي بي ار بلس اثنين وبنسكر تمام فيا انه بهاي الطريقه يا بهاي الطريقه والثنتين صحيحات تمام ما في عندي اي اشكاليه فيهم طيب انتقل للسؤال اللي بعده صار ايش على الشاشه اختفت أتوقع طيب آه بالسؤال اللي بعده ايش بيحكي لي حاكي لي بالسؤال make the pointer هذا الpointer اللي اسمه ماي بي تي بدي اشر to the third element of the array خلي لي اياه ياشر على القيمه الايش؟ اه, الثالثه هون عندنا طريقتين للحل برضه والطريقتين صحيحات يا بنحكي ماي بي تساوي القيمه الثالثه صح؟ address b sub 2 يا هاي الطريقه يا بنحكي ماي بي تي ار بلس ايكوال 2 لانه هو كان ياشر على الصفر اجمع له اثنين بصير ياشر على القيمه الثالثه تمام فعندكم طريقتين للحل يا بنحط الماي بي تي ار لازم نحط ادرس بس لازم نحط ادرس هنا اذا ما حطيت ادرس غلط يا بنحكي ماي بي تي ار ادرس القيمه انت الاندكس اللي بدك اياه بسب الاثنين او اذا بدي اياه بروح ماي بي تي ار بلس ايكوال اثنين بجمع له اثنين بصير ايش البوينتر هون بيتحرك كان ياشر على الصفر زيد له اثنين بصير ياشر على الثلاث لنهايه الأرض تمام؟ بصير أشر على ثلاث لنهاية الأري فهي الطريقتين صحيحة طيب أه إيش بيحكي لي؟ أه use the C-string library function to print the number of character in the array هاي الـ MySTR بدي أطبع number of character إلها number of character فيها إيش هو؟ أنا أعرف الـ function اللي يعني عندي إيش؟ string length فبحكي أه number of character لأنه إيش؟ ما بدي مع الناس فبنحكي STR لن اسم الإيش؟ اسم الـ string اللي هو الـ my str سكر خلصنا تمام طيب إيش بحكي هنا check if the character pointed اللي هو الـ string my, uh, my str uh, pointed to the, to be point my str is a space إيشة check if the character pointed to be my uh, to pointer تمام ماي اس ار از سبيس بيحكي لي افحص لي اذا انه القيمه اللي بيأشر عليها البوينتر بالماي اس بتساوي سبيس بدي اشر اذا ايش اذا هي تساوي سبيس اف بدي اشوف القيمه اذا هي تساوي سبيس طبعا ايش احنا متعاملين مع ستار ماي اس من دون سب ما بنحكي ستار بين قوسين ماي اس تي ار زائد اي ما في عندي اي هنا ومستخدم الستار البوينتر بالطريقه الثانيه اللي هو ستار ماي اس وطريقه التنقل بيحكي لي ماي اس بلس بلس هيك بكون بحرك الادرس وهون بصير القيمه المؤشر عليها فانا بدي استخدم هاي القيمه هيك ما بحطها بين قوسين ما بحكي ستار ماي اس زائد اي ما في عندي اي معرف هون فبس بستخدم هاي القيمه فبحكي ستار ماي اس يفحص لي إذا هي تساوي فراغ تساوي تساوي نفتح سنجل كوت هيك بفحص لي اذا هي تساوي فراغ بيعمل اللي ما يلي دخل هو بس بحكي لي عبي الفراغ هذا تمام طيب السؤال اللي بعده بيحكي لي use one of the C string library function to print equal string بدي اطبع هاي الكلمة يعني تمام if the string يعني في عندي جملة if if the string contains as string اللي uh, هو if the string as واحد uh, same contains of as 2 اثنين ايش اللي عندي بقارن لي بين two array اذا فيهم زي بعض؟ two array بيساووا بعض ايش هو اللي بقارن لي بيناتهم؟ اللي هو الاس تي ار كومبير طيب راح نحكي بالبدايه اس تي ار بير سي ام بي بودي له التو سترينج اللي هو الاس تي 1 فاصله الاس تي 2 طيب هسه الاس تي كومبير ايش بيرجع لي بيرجع لي صفر اذا التو اري متساويات فهذا الاسترنج كلياته راح يرجع لي صفر لو حطينا اف وسكرناه ترى الجواب غلط لانه راح يرجع صفر اذا كانوا متساويات اف الصفر فولس معناته انا بدي اقارن اذا القيمه اللي راح ترجع لي منه تساوي صفر معناته ايش متساويات ما بس بحكي اس ار كومبير اس ار واحد اس اثنين ايش بحكي ايكوال ايكوال زيرو اذا ايكوال ايكوال زيرو معناته ايش معناته متساويات وبيطلع لي الجمله ايكوال سترينج هاي مهمه جدا اذا حطيناها لحاله الفونكشن داخل الاف راح يرجع لي صفر انتم عارفين انه اذا كانوا تو سترينغ متساويات راح يرجع لي شو راح يرجع صفر طب اذا رجع صفر اف الصفر ما بيطلع الجمله فانا ضروري اني انا بدي اطبع الجمله فايش؟ لازم اقارنها بالشو اقارنها بالصفر، اذا كان مساوي صفر معناته راح يرجع لي راح يكونوا ترو ويتحقق الاف. طيب اخر فانكشن بحكي لي call the function my my f and that text the array b and its dimension يعني بس بحكي لي خذ الاستدي array ودي dimension اسم الاري ماي ايش ماي اف سي اف نحكي مايس اف سي ان بدي له الاريه اللي اسمها بي الدايمنشن تبعها كيف بدي اعرف الدايمنشن كم رو هسا معطيني انه هو كم كولوم اثنين كولوم يعني هاي هي الاثنين طيب في عندي قيمه بالنص كيف بدي اجيبها حكينا لكم قبل انه كل زوج مرتب او مش زوج مرتب كل هيك بين قو... بين, بين تو براكت يعتبروا لي سطر هذا السطر الاول هذا السطر الثاني هذا السطر الثالث معناته عندي عباره ايش ثلاث اسطر فبي ثلاثة واثنين كل بين دبل تو براكت تو كيرل براكت يعتبروا سطر لما يكون داخل التعريف كل, كل براكت مع نهايته تعتبر سطر هاي سطر هاي الثاني وهي السطر الثالث تمام؟ يعني إذا نيجي نعرف إيش هم القيم ثلاثة في اثنين يعني واحد اثنان أربعة صفر واحد صفر هيك القيم عندي تو فبدي استدعي الفانكشن عليها فهو خلى الايش؟ الاسطر مجهول فانا طلعته عن طريق الآيش عرفت كم كلب بكت موجود فيها. طيب هاي ستار فانكشن خلص السؤال طيب ننتقل على السؤال اللي بعده. أه يا رب يكون واضح هذا. بحكي لي إذا هيدر فور فانكشن برنت اسمه الفانكشن برنت. الهيدر تبعه الفانكشن مستدعي بدون شيء معناته راح يكون نوع فويد. اسمه الفانكشن برنت الفانكشن شو بودي له؟ ماي اس تي ار بالبدايه يعني بودي له ايش؟ آه بودي له اري طيب ايش اسمها داخل هون؟ اسمها اي وهي عباره عن تو دايمنشن اصلا فبحكي له اي سب سب في الثانيه لازم اعبيها ما تنسوا لان تو دايمنشن لازم الكولوم اعطيه قيمه لسه ما اعطيته قيمه القيمه كم عندي هون ثلاثه فبحكي له سب بثلاث داخل دايمنشن بعدها ببعث له اثنين والثلاث اللي هم الروز والكولومز الروز مستقبليها باسم روز والكولمز مستقبليها باسم كولمز بحكي انت روز فاصلة انت كولز وسكر خلص هيك خلصنا هيك الهيدر مع انه مش واضح كثير الخط بس استنتجناها بشكل ما. بس المهم نعرف انه لازم نعطي هون ثلاث اذا ما اعطينا ثلاث غلط طرق. طيب بحكي لي كول سم أفسيان سي ان هاي الفانكشن سي تمام أو uh, passing أو sending the string أو uh, the مش عارف إيش الجملة بس إنه بدي أعمل pass the function بدي أستدعي الفانكشن أه pass uh, إيش السؤال بحكي لي؟ أه هاي مهمة كمان شوي هو مش واضحة بس هسه راح أترجم لك إياها يعني. إيش بحكي لي؟ call some of cn اللي هو الفانكشن موجود عندي passing أو sending the first row of the ايش اوف ذا اري بدي ابعث له الرول الاول فقط واصلا لو تلاحظوا انه الفانكشن بيستقبل عندي ايش الاري من 1 دايمنشن والاري اللي انا بدي ابعث له اياها 2 دايمنشن فكيف هذا الشيء بيصير طبعا نحط سي اوت لانه بدي يطبع لي القيمه أه, اسم الفانكشن سم اف سي ان لما بدي ابعث قيمه بدي ابعث سطر من ال2 دايمنشن للاري بيستقبل اياها 1 دايمنشن ايش بحكي بيحكي لي الف... ايش الفيرست رو صح الفيرست رو يعني بي ايش الفيرست رو ايش الاندكس تبعه؟ صفر صح؟ بي سب بالزيرو نبعث بي سب بالزيرو فاصله آه شو بيستقبل؟ للسايز ايش السايز؟ السايز اللي هو عدد الكولوم راح يكون السايز راح يكون عدد الكولوم لانه هسه هيك عندي التو دايمنشن صح؟ هاي تو دايمنشن اري هي عباره عن 2 في 3 فانا بدي ابعث له ايش؟ بدي ابعث له هذا السطر فايش بكون الدايمنشن تبعه؟ ايش السايز تبعه؟ عدد الكولوم مش عدد الاسطر فانا بدي ابعث له بي بالزيرو وبدي أبعثه بنفس الوقت عدد الكولوم اللي هم كم؟ ثلاث هيك خلصنا استدعاء تمام؟ فهي كانت الفكره اذا بدي ابعث 1 dimension اري او 1 روز فروم 2 dimension اري ل 1 دايمنشن اري بيستقبلها بال بالفانكشن بنودي الاندكس تبع الايش؟ تبع الرو فبي سب بالزيرو يودي لي الاندكس اللي هو الرو الاول طبعا وعدد السايز تبعه عدد الروز عدد الكولومز عفوا اللي هم ايش؟ كانوا ثلاث طيب في عندي هنا سؤال تحويل بحكي لي convert the following switch statement to the if else statement بدي احول هذا السويتش ل if else statement تمام تحويله جدا سريع بحكي لي switch لل x يعني في عندي انتجر x بلشنا على طول f x اذا كانت تساوي واحد بيستدعي الفانكشن وبيعمل بريك إذا كانت اثنين بيستدعي الفانكشن بيعمل بريك إذا كانت ثلاث بيستدعي الفانكشن بيعمل بريك الديفولت بيعمل ايش؟ بيعمل بريك الى بيستدعي الفانكشن اف 4 معناته راح يكون عندي نظام if الس if مش if if يعني راح يكون عندي if لأنه في عندي ديفولت في حالة الديفولت تلزمني إذا كانوا كلياتهم غلط أنزل عليها معناته ما بيزبط عندي نظام if عادي لازم يكون عندي if الس if if بعدين else فبحكي له if إذا كانت عندي واحد معناته x equal equal واحد استدعي ال function f الواحد else if x equal equal 2 استدعي لي function f 2 else if طبعا ليش حطينا else if حكينا عشان في default else if x equal equal ثلاث استدعي لي function f الثلاث. else اللي هي حالة الديفولت تدعي لي F4 F4 لا 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 شو هون لو فانكشن اسمه F4 خلصنا هي. هيك هيك استدعينا إيه حولناه من switch statement لايش لا F else statement ولازم يكونوا if else if else if else حتى ضمن حاله ال default طيب آه سؤالي اللي بعده بحكي لي convert the following for loop into ايش a while loop بدي احول for loop هذا the while loop خلونا نحوله تحت هون انت واي سي ان للواي للواي طيب ايش بعديتها؟ في عندي انتجر اي تساوي زيرو اي اقل او يساوي الواي هاي عندي شرط الواي اللوب اي بلس بلس معناته في عندي متغير اسمه اي لازم اعرفه قبل هذا تمام فبحكي انتجر إيه تساوي زيرو لازم اعرفه قبل هذا بعدين طيب عندي واي اللوب واي اللوب نفس الشرط بيكون نفتح الواي A أقل أو يساوي الإيش؟ اليو نفتح بريسز A e تساوي اثنين ضرب A نقولها زي ما هي سيمي كولن بعدها إيش بننسى؟ بنحط شرط زيادة A بلس بلس A بلس بلس سكر البريس للوايل لوب خلصنا هيك حولناها من فور لوب لوايل لوب تمام؟ طيب آه السؤال هذا حكينا ما راح نحله إنه في كتابة كود أصلاً شوي طريقه زين خفى مش مهم كثير ننتقل على السؤال اللي بعده اللي هي عندي إكمال كود طبعاً هذا على الشابتر 6 حكيت لك الشابتر 6 أصلاً أسهل شيء يجيك إكمال كود عليه بحكي لي هذا عندي كلاس اسمه بوكس أكسس سبيسيفاير فور ممبر فور ممبرز أكسس فروم أوتسايد كلاس بدي لي إنه الأوتسايد كلاس يقدروا يدخلوا للا... للايش؟ لداخل الداخل الكلاس في يعني ايش راح يكونوا هاي المتغيرات اللي بدي اعطيها هسه حكينا يعني اذا بدي اعمل اكسس سبيسيفاير من خارج الكلاس راح يكونوا ايش بابليك يعني بنكتب نكتب بابليك تمام هاي بابليك آه بعدين بعديها حكى لي بوكس كونستراكتور هيدر الكونستراكتور للفانكشن اسمه للكلاس بوكس كونستراكتور ايش هو هو عباره عن فانكشن ما بيرجع داتا تايب ما له ريتن داتا تايب ولا بيستقبل باراميتر واسمه نفس اسم الكلاس معناته بس نكتب بوكس نفتح اقواس بنسكر خلصنا تمام؟ بعديها اكسس سبيسفاير تو هايد هايد يمنع ممبرز فروم اوتسايد كلاس اكسس حتى يمنع الممبر او اي شيء من خارج الكلاس يوصل ما لما بدي منعهم من خارج الكلاس ايش راح يكون؟ برايفت اكتب برايفت ونقطتين تمام؟ هون خلصنا الكلاس حكيت لكم كيف تعرف خلصنا الكلاس او الستركشر؟ لما يكون عندي كارل براكت بعديها سيميكوني. بعديها ايش بيحكي لي؟ بيحكي لي definitions of function volume definition of function volume outside the class هاي عندي function volume نوعه ايش بيعمل return double فو... آه وما بيستقبل شيء كيف حكينا لما يكون خارج الكلاس بالبدايه بالبدايه بنكتب الريتين داتا تايب اللي هي دبل بعدها اسم الكلاس اسم الكلاس كان بوكس اسم الكلاس عندي بوكس بعدها الباينري سكوب اللي هم اربع نقاط بعدها بنكتب اسم الفانكشن ايش اسم الفانكشن عندي اسمه فوليوم وبنفتح اقواس وبنسكر هيك ايش انا قدرت اعرف احط التعريف للفانكشن خارج حدود الكلاس طيب ننزل لتحت عندي هذا الفانكشن void void box هاي void box the, the binary scope set dimension function set dimension هاي الفانكشن set dimension بيستقبل قيمه دبل قيمتين دبل ثلاث قيم دبل فانا ايش بدي اعبي الباراميتر تبعونه طيب نلاحظ طيب هون بدك تلاحظوا مولا... ايش بدك تركزوا شويه عندي برايفت داتا ممبر هيهم عندي دبل لينث دبل ويدث دبل هايت هذول الداتا ممبر بيقدر يوصل لهم اي فانكشن او اي قيمه داخل الكلاس يعني انا هون عندي لينث ويدث وهايت هذول نفسهم الايش البرايفت داتا ممبر موجودين عندي هون فانا هسه بدي اعرف المتغيرات اللي ظلت اللي هي اخذهم اللي هو ال الدبليو والايش والاتش عشان كل القيم ال ال دبل فبنحكي ايش دبل دبل ال فاصله دبل لا ال -W. فاصله دبل لا طيب كيف عرفنا برجع بحكي لكم اللينث والويت والهايت هم عباره عن برايفت داتا منبر تمام برايفت داتا منبر هذول موجودين ما في حاجه للتعريف بيقدر يوصل لهم الفانكشن ايش ظل عندي بحكي لي فانكشن بيستقبل ثلاث قيم دبل طيب ايش ثلاث قيم الدبل اللي ظلت اللي هون عندي مش معرفات اللي هم الاتش والدبليو والال عفوا انا كتبتها ام هي اتش تمام فهي ظاهرة القيم مش معرفه هي القيمة انا اخذتها من المين معناته بحتاج لتعريفها فبنحكي دبل ال دبل دبليو دبل ايش اتش تمام هيك خلصنا طيب نروح للمين بحكي لي كرييت ان اوبجكت بدي اعطيه اوبجكت اسمه بوكس واحد فروم كلاس بوكس ايش فروم كلاس تايب بوكس يعني زي كانه بحكي لي من عرف لي متغير اسمه اكس من نوع انتجر هون نفس الموضوع عرف لي اوبجكت اسمه بوكس واحد من نوع ايش آه, من نوع بوكس كلاس اسمه ايش بوكس فبنحكي بوكس واسمه بوكس واحد سمي كون بالنهايه شوي نحط شوي عشان طيب بعديت ايش بحكي لي ديفاين ا بوينتر عرف لي بوينتر اسمه بي تي ار تو بوينت ذا اوبجكت بوكس نعرف احنا برضه من تعريف البوينتر انه البوينتر لازم يكون نفس نوع الداتا تايب لا ايش لا اللي بدي اشر عليه فلازم يكون نوعه ايش بوكس لانه بدي اشر على بوكس واحد بوكس ستار اسمه بي تي ار بدي اشر لي على على بوكس واحد بوكس واحد كان كابيتال ولا سمول فبحكي له ادرس البوكس واحد سيمي كولون بالنهايه بدي اشر على البوكس واحد تمام فستار بي تي ار اسمه نعرف انه البوينتر نفس نوع ليش الاوبجكت راح ياشر عليه بحكي لي كول فانكشن سيت دايمنشن اوف بوكس واحد باسنج ذا فاليو اثنين 5 ستة اعطاني القيمه اللي بعت له اياها الفانكشن اسمه ست دايمنشن اه فويد نوعه فبكتب اسمه زي ما هو بس ايش بدي استدعيه؟ بدي استدعيه على البوكس واحد حكينا كيف بدي استدعي على فانكشن هذول فانكشن ما بقدر استدعيهم بشكل عادي لانه هذول فانكشن خاصه بالكلاس فانا بقدر استدعيهم عن طريق اوبجكت فلازم عن طريق الاوبجكت فبحكي بس بحكي بوكس واحد بعدها دوت اوبريتور بعديها بكتب ايش اسم الفانكشن ايش اسم الفانكشن ست دايمنشن كان ست اه... صح ايش كان اسمه سيت دايمنشن أوه. اه سيت دايمنشن بص. ايوه دايمنشنز تمام آه. بعدها نفتح بدي ابعث له القيم شو هو اصلا بيستقبل ثلاث قيم هي أيوة الفانكشن عندي وينه هاي أيوة الفانكشن بيستقبل عندي قيمه قيمتين ثلاث قيم فبدي ابعث له ايش القيم حكي لي 2 5 6 ثم نحط 2 فاصلة 5 فاصلة 6 وسكر القوس بحط 100 طن بالنهايه خلصنا هيك ايش بحكي لي يوز ذا بوينتر استخدم البوينتر بي تي ار تو برنت بوكس واحد فوليوم بدي استدعي ايش البوكس واحد فوليوم عندي فانكشن اسمه فوليوم بدي استدعي عن طريق البوينتر اسم البوينتر عندي بي تي ار حكيت لكم عندكم طريقتين يا الار اوبريتور يا الدوت اوبريتور اذا عن طريق الار اوبريتور وهي الاسهل والشائعه بنحكي ار هون بنحكي بي تي ار ار اوبريتور هي ناقص ما اكبر بدي استدعي ايش؟ الفوليوم بحط فوليوم نكتب فوليوم نفتح اقواس وبنسكر لانه فانكشن او بنحكي بين قوسين ستار بي تي ار بعديها دوت اوبريتور للفوليوم نفتح قوس وبنسكر يا هاي الطريقه يا هاي الطريقه سنتين صحيحات ما في مشكله فيهم تمام اتوقع السؤال واضح والاشياء واضحه جدا يعني والاشياء معرفه جدا واضحه طيب ننتقل لاخر سؤال موجود عندي في السنوات وهو عليه اكمال كود آه. شوف ايش بيحكي لي هون الكومنت اللي قبل الفراغ بيحكي لي فايند سي هذا اسمه فانكشن بروتوتايب تكست array اوف كاركتر بياخذ array اوف كاركتر تمام حلو آه. هذا قبل المين فهذا بس بروتوتايب ما له definition هذا فقط بروتوتايب يكون عندكم العين انه هذا عباره عن بروتوتايب ريفرنس for انتجر سي كاونت بياخذ ريفرنس للسي كاونت اند ريفرنس فور فيرست لوكيشن ايش سي locate. معناته في عندي ريفرنس على انتجر وريفرنس على متغير ثاني وبالبدايه باخذ شو uh, بالبدايه باخذ عندي array uh, of character طيب شو برجع داتا تايب ما بعرف فيعني بروح بشوف استعاقه بالمانيا بروح الديفينشن تبعه شوف هاي عندي تحت المان عندي الديفينشن تبعه ايش نوعه نوع of void برجع فراح اعرف انه ايش البروتوتايب تبعه void فبحكي void ايش اسم الفانكشن؟ فايند فايند سي كابيتال سي سمول. نفتح بيستقبل لي array of ايش؟ array of character. فبحكي char بنفتح براكتر براكت بنسكر. بدكم تعطوا اسماء بتقدروا، ما بدكم تعطوا اسماء عادي، ليش؟ لانه هذا عباره عن بروتوتايب. بعيدها فاصلة. انتجر. حكى لي بده ريفرنس على قيمه وريفرنس على قيمه ثانيه معناته انتجر ريفرنس فاصله انتجر ريفرنس ومنسكر وبعديها سيمي كولون هو عباره عن شو انا بروتوتايب لو حطينا اسماء يعني لو حطينا هنا مثلا كاركتر اكس uh, انتجر ريفرنس مثلا سي وانتجر ريفرنس مثلا uh, uh, ايه مثلا عادي لو ما حطيناها برضه عادي هو عباره عن ايش بروتوتايب خلصنا هيك داخل المين ايش بيحكي لي داخل المين اللوكيت 80 بليس فور سترينج اسمها In dynamic memory. دي واي ان اس تي ار ان دايناميك ميموري بدي اعمل دايناميك ميموري لاري نوحه سترينج نوحه سترينج اسمها دي واي ان اس تي ار السايز تبعها 80 نوحه سترينج يعني ايش اللي هي الري اوف كاركتر يعني بنحكي char بعديها بنحط star هاي ثابته خلينا نحكي لكم اشياء ثابته ستار اللي هو نوع داتا تايب اللي انا اخذته من هون بعديها بنحكي ستار اسم array اسمه دي واي ان اس دي واي ان اس بعديها بنحكي يساوي عندي الكلمة الثابتة نيو نحكي نيو آه نوع الداتا تايب كان كاركتر نرجع نكتب كاركتر تمام بعدها بدي السايز تبعي بفتح هون كيرل براكت وبسكره وفي عندي بالنهايه سيمي كولن كم حكى لي السايز حكى لي 80 نكتب 80 هاي 80 هيك عملنا دايناميك لوكيشن لاري اسمها دي واي ان اس تي ار من نوع من نوع كاركتر اري اوف كاركتر اللي هي سترينج يعني سترينج او اري اوف كاركتر اثنين نفس المعنى والسايز تبعها 80 طيب بعدين بيحكي لي انتجر سي كاونت وسي لوكيت لو تلاحظوا انهم نفس الاسماء حكاها سي كاونت وسي لوكيت نفس اللي حكى لي اياهم فوق please enter a string and save it in dynstr. يعني بيحكي لي خزن لي تم خزن لي string بالايش؟ UI and str هي عباره عن string فايش نقدر نحكي؟ نقدر نحكي كالتالي بس سي ان للدي واي ان اس دي واي ان مش احنا السترنج نقدر ندخلها عن طريق سي ان هاي بليز انتر string اند سيف ات ان دي واي ان فبس سي ان للدي واي ان اس بس دخلنا قيم بدي ادخل الـ واي ان اس ايش قيم بعديها بحكي لي call فايند سي سي فانكشن اصلا هو النوع void فبنكتب find c capital c small بعدها بيستقبل بالبدايه شو array of string اللي هي ايش اسمها دي واي ان اس تي واي ان اس تي بعدها بيستقبل لي ريفرنس لقيمه بتمثل لي الكاونتر والقيمه الثانيه اللي هو هاي الكاونت انت ريفرنس فور انتجر سي كاونت اند ريفرنس فور ذا فيرست لوكيشن تمام طيب ديوان أنسى هاي، call function passing the array، ديوان أنسى، save the number of letters c capital or c small in c count، هي بحكي لك c verb c count المتغير إللي إسمه c count، إللي هو إيش؟ إللي عندي أول إشي، وهي معرف لي إياها إسمه c count، فمنحكي فاصلة c count فاصلة، save the location of the first letter found in c locate، فاصلة c, okay. لوك او لوك نسكر قوس نحط سيليكون هيك استدعينا الفانكشن ولا احنا بنعرف شو بيعمل الفانكشن بس على الكومنت كل شيء عندنا واضح تمام ايش بحكي لي بالنهايه ديليت ذا دايناميك سبيس مش انا عملنا دايناميك فوق كيف نعمل ديليت حكى لنا نعمل ديليت نحكي ديليت كلمه ديليت نفتح براكت نسكر براكت اسم الايش اسم الاري دي واي ان اس تي ار سيمي بالنهايه هيك عملنا ديليت خلصنا طيب خلصنا المين بيحكي لي تحت فايند فانكشن ديفينيشن الفايل الفانكشن ديفينيشن فانكشن ديفينيشن هو بحتاج اسماء void اف يعني. نفتح الاقواس char ايش اسم الاري عندي هون تدور على اسمها داخل فانكشن تدور على اري باسمها ايش اسمها مستخدم هاي اللي كنت تدوره في عندي هون اري لا عندي هون اري لا عندي هون اري اه اسمها اس اس معرفه قبل لا معناتها اسم الاريه انا باخذها معناته كاركتر اس نفتح صب بنسكر بعدها انتجر الريفرنس لانه كان ريفرنس مش بتحطوا من دون ريفرنس غلط لان تجا ريفرنس هسه هذا الكاونتر بدي ادور على الكاونتر حاليا ايش الكاونتر وين الكاونتر اللي عندي بيطلع هيو هاي الكاونتر سي ان تي بلس بلس فايش بكون اسمه سي ان تي سي ان تي فاصله انت ريفرنس بدي اسمه هسه ايش اللي بدي اخزن فيه الفيرت لوكيشن ااا او لو ما نزلته تحت هاي سي ان تي تساوي 0 واللوك تساوي سالب واحد فمنخزن هاي ايش اسمه هنا لوك لو تساوي سالب واحد مسكر القوس سي ان عرفناها انها كاونتر هيها تحت واللوكيشن هي اذا حكى لي اف سالب واحد ما علينا بيحكي لي اياها هون تمام هيك خلصنا الديفينشن هذا ننزل بيحكي لي لوب ثرو اول لتر ان ذا سترينج اه اس أنتل نل كاركتر از ايش ريش. احنا كيف نعرف هذا سترينج مش مش بوينتر فبنحكي ايش احنا الشرط شرط سترينج واضح بنحكي له انت اي ايكوال زيرو اس سب الاي لا تساوي نل اللي هي نال ككلمه او اكس تاج زيرو اكس تاج زيرو نفس المعنى هيك طيب خلصنا الفراغ بضل اخر فراغ عندي set لوك اللي هو الفنكشن تو لا اندكس ات ويتش سي او سي ايش از فاوند هو داخل فور لوب هاي فور لوب بتنتهي هون الفور لوب فبحكي لي اذا وجدت آه, اللوكيشن عمل لي آه, وجدت حرف سي او آه, سي خزن لي الاندكس ايش الشيء اللي بيمثل عندي اندكس اللي هو حرف الاي اي هو بيمثل الأندكس خزن لي الاندكس باللوك فبحكي لوك تساوي اي انه هو ايش بحكي لي خزن لي الاندكس ست لوك تو ذا اندكس ات اه ويتش سي اور سي از فاوند وين بلاقي سي لانه هي ايش الاف اللي قبلها هاي الاف اللي قبلها اذا الاس تساوي سي كابيتال او سي سمول بيجمع لي الكاونتر بعدها بيفحص لي اذا اللوك تساوي سالب واحد طبعا هاي ما ي... ما تعجبكم لانه اصلا هو معطيه بالبدايه قيمه ابتدائيه هيها سالب واحد تبي طيب لون اصفر اسود شلون تشوفه هاي معطيه بالقيمه الابتدائيه سالب واحد فانا اول ما بالبدايه راح يكون ايش عندي الشرط متحقق فراح يدخل فاذا انا وجدت سي كابيتال او سي سمول راح يوجدها ويخزن اندكس تبعها باللوكيشن خلاص بعد ما يخزن معناته هاي مش راح تتحقق لانه يعني اصلا طبيعه السؤال ايش حاكي انه بدي خزن اول سي كابيتال او سي سمول بيوجدها بدي خزن لوكيشن تبعها ما بيفرق معي اذا كانت كل الاري حرف السي كابيتال او سي سمول انا بس باخذ اول ايش اول حرف سي وين موقع ما بيفرق معي بعدين ما بتفرق خلاص انه بتغير الاف وبطل هذا الشرط يساوي سالب واحد تمام اه وهيك بكون عندنا انتهى السؤال وهيك نكون خلصنا حل كامل نماذج السنوات لاخر ست فصول تمام راح نوقف الريكورد ويعطيكم العافيه